مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده وكل يوم. اسرائيل عملت مجزره مجزره. اسرائيل النهارده خلت الفلسطينيين رايحين في طريقهم على الشاحنات بتاعه الاكل وضربتهم بالمدفعيه وبالدرون. الناس اللي رايحه تاكل تجيب الحد الادنى من الاكل، بيسموه الطحين، دقيق. وده تصوير الدرون. ارجع تاني. الناس اتجمعت، اقف بس ثانية واحدة، الناس اتجمعت على العربيات. اسرائيل استغلت هذا التجمع وضربتهم بالمدفعية وبالدرون. اللي انتوا شايفينهم على الارض دول بني ادمين، يعني اللي على الارض دول ده مش رسم بياني، يعني دي مش اشياء تتحرك، ده بني ادمين، دي نفوس بشريه بتتحرك على الارض. اتضربوا وماتوا. يعني هو كان خارج من بيته رايح لحد العربيات عشان يجيب الحد الادنى من الاكل، رجع ميت او ما رجعش بقى، شالوه المصابين. وصلنا لحد دلوقتي ما يزيد عن 150 شهيد و600 جريح واكتر، والاعداد في تزايد. يعني انت متخيل حجم الجريمة او حجم هنفضل نقول الكلام ده كتير، بس هو استغل فترة، ما هو التاني رايح يجيب اكله واستنى التجمع بتاعهم وضربهم. في كده في العالم؟ في كده في الدنيا؟ طيب ناخد الاخبار من غزة. دكتور حسام ابو صهيب ابو صفيه. دكتور حسام مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازيك؟ اهلا بيك. ممكن تشرح لنا التفاصيل من فضلك، ايه اللي حصل؟ اخي العزيز، طبعا احنا بالامس كنا قد اعلنا عن خروج مستشفى كمال عدوان. طبعا مستشفى كمال عدوان يقع في شمال قطاع غزه، يقدم كافه التخصصات منها الاستقبال العام والجراحات المتخصصه وقسم الاطفال وقسم العنايه المركزه وقسم غسيل الكلى وقسم الباطنه والقلب. وهذا المستشفى الوحيد الذي خرج عن الخدمه، واخر مستشفى هو خرج عن الخدمه امس لعدم وجود وقود. اليوم في الصباح الباكر عندما حصلت يعني مجزرة النابلسي أو منطقة النابلسي، وهذه المجزرة يعني أدت إلى وقوع عدد كبير جدا من الشهداء ومن الإصابات الحرجة التي وصل عدد كبير منها إلى مستشفى كمال عدوان. وصل لدينا منذ الساعة السادسة صباحا لحد الظهر ما يقارب 170 إصابة وأكثر من 12 شهيد، وحتى واحد الشهداء هو طفل يبلغ من العمر 15 عام، يعني مجهول الهوية. وبالتالي يعني الاصابات اللي وصلت للمستشفى كانت اصابات بهدف القتل، يعني كلها كانت يعني تصيب. طيب بس يعني شهود العيان دكتور حسام، شهود العيان اللي جم مصابين واهاليهم قالوا لك ايه اللي حصل؟ يعني الحادثه جت ازاي؟ الاعتداء تم ازاي؟ الاعتداء هو اعتقد هو اعتداء كان منظم، وبالتالي هم كانوا يعني مخطط له مسبقا عندما فتحوا المجال للناس اللي يعني اللي حاولوا ياخذوا لقمه العيش، فادوهم فرصه يدخلوا لمكان قريب منهم، ثم استهدفوهم بطريقه مباشره. يعني الاستهداف كان واضح، حتى في بعض السوشيال ميديا نشرت هناك صور واضحه يعني في اثناء الاستهداف اطلاق نار مباشر. الاطلاق كان يعني بهدف القتل وليس بهدف الاصابه او التشريد. طب احنا شايفين يعني نقل المصابين والجثث على عربيات كارو، يعني ما فيش عربيات اسعاف في القطاع خالص. احنا كنا بنشوف في المساعدات عربيات اسعاف. يا فندم الموضوع كالاتي. اول شيء الطرق اللي عطلها الجيش الاسرائيلي هو تعمد في تعطيل هذه الطرق حتى لا تستطيع السيارات ان تصل هناك. هاي اول مشكله. المشكله الثانيه انه السيارات تعمل بالوقود، ونحن خرجنا عن الخدمه لعدم وجود وقود. وبالتالي هو متعمد انه حتى يعني يقوم بتخريب سيارات الاسعاف واغلاق يعني يعني لا يسمح بادخال الوقود حتى لا نستطيع يعني بالحد الادنى بنقل الحالات بسيارات الاسعاف. وهذه يعني جريمه ممنهجه ويعني ومخطط لها مسبقا.
هذه مجزرة بفعل فاعل. طبعا هذا يعني هذا يعني جيش نازي بكل ما تعنيه الكلمة، قاتل. هل عندكم حصر بعدد وليس التشريد؟ عندكم حصر بعدد الشهداء والمصابين؟ كمستشفى احنا موجودين في الشمال، وصلنا اليوم 12 شهيد، واحد من الشهداء لطفل يبلغ من العمر 15 عام وهو مجهول الهوية، واكثر من 175 اصابة، 12 اصابة كانوا في وضع حرج جدا، 6 اصابات تم اجراء لهم عمليات جراحية عاجلة، وطبعا الوضع كان يعني كارثي. اخي العزيز، نحن في المستشفى خرجنا لعدم وجود وقود، وبالتالي بدأنا لإنقاذ حياة الناس اللي وصلوا إلى المستشفى، قمنا بالبحث عن الوقود من خلال السيارات اللي كانت بالقرب من المستشفى، السيارات المدنية، وكنا بإخراج الوقود من هذه السيارات التي كانت يعني تركن في الشوارع. وهذا العمل كان من باب إنقاذ الأرواح اللي وصلت لمستشفى كمال عدوان، وإلا إن لم يكن هناك وقود لم يكن هناك حياة. أنت تعلم جيدا الوقود مهم جدا لمحطة الأكسجين التي تولد الأكسجين لغرفة العمليات والعنايات المركزة وقسم الأشعة وقسم الأطراف والإضاءة. دكتور حسام، لو سمحت لي، المساعدات اللي بتدخل أو المساعدات اللي بيتم إلقائها جوا، ممكن توصف لنا بس العملية دي بتمشي إزاي لحد ما توصل عندك في المستشفى احتياجاتك؟ أخي العزيز، يعني لم يوصل أي شيء إلا بالقليل القليل. هم يدعون انه تم يعني يتم ايصال المساعدات الى الشمال، هذا غير صحيح. الناس انت يعني يمكن شفت اليوم في بعض المواقع الاخباريه كان اعداد مأهوله من الناس الجياع، اللي كان كل واحد موجود في ذات المكان حتى يحصل على لقمه عيش لبيته ولاطفاله، وبالتالي ما لا يصلنا، لانه الكميه اصلا قليله جدا لا تكفي للناس اصلا اللي كانوا في انتظار لقمه العيش. اما بالنسبه لعمليات انزال الجو من خلال امدادنا بالمواد التموينيه فهو كلام غير صحيح، هو فقط قاموا بانزال اعتقد هي يعني جزء بسيط بالمظله قريب كان من منطقه غزه وتم القائها في البحر، وبالتالي يعني هم لهم يعني يريدون ان يظهروا للعالم انهم يمدون بالمساعدات وبالغذاء، وعلى ارض الواقع هذا الشيء غير موجود. يعني نحن نتحدث اليوم عن 7 شهداء اطفال، من يعني اطفال جياع، وكان سبب موتهم الجوع وسوء التغذيه والجفاف المتقدم اللي حصل فينا مستشفى كمال عدوان. تمام. دكتور حسام ابو صفيه، مدير مستشفى الشهيد كمال عدوان، بشكرك شكرا جزيلا. مين معانا تاني من غزه؟ الاستاذ عدنان ابو حسنه. مش من غزه، المتحدث باسم الأونروا. استاذ عدنان، مساء الخير. مساء النور، اهلا بك. يعني كيف رصدتم اليوم هذا الحادث الاجرامي؟ يعني نحن نسميه مجزره الحقيقه، لاول مره انه بشر بيتم الاعتداء عليهم وقتلهم بهذا الشكل نتيجه انهم رايحين ياخدوا اكلهم. يعني شفتوا الموضوع ده ازاي؟ اولا ما حدث من تنظيم هذه القوافل يجب ان يكون واضحا، لم تكن اي منظمه من منظمات الامم المتحده لها علاقه بهذه القوافل التي تم تنظيمها اليوم. كيف تم تنظيم هذه القوافل بعيدة عن نظام الأمم المتحدة؟ عبر الجيش الإسرائيلي يبدو وشركات خاصة في قطاع غزة، ولكن الحادث هو حادث مأساوي. لا معلش، عايز أقف عند النقطة دي. حضرتك بتقول لي أن الجيش الإسرائيلي وشركات خاصة هم اللي نظموا أن الحافلات دي تمشي في الطريق ده؟ نعم، لم يكن أي منظمة من منظمات الأمم المتحدة مشاركة في هذه القوافل التي دخلت اليوم. طب هل من المعتاد أن الجيش الإسرائيلي والشركات الخاصة يسيروا مثل هذه القوافل؟ على الإطلاق من غير المعتاد، يعني قد تكون هذه المرة الأولى أو المرة الثانية، ولكن ما نؤكده أنه كمنظمات أممية لم يكن لنا علاقة بهذا الموضوع، وهذا ما صرح به مفوض الأونروا عبر تويتر فقط قبل نصف ساعة. طيب ماذا حدث بعد ذلك أستاذ عدنان؟ يعني حسب التقارير التي وصلت لنا أنه الناس تجمعت في الليل وفي ساعات الفجر انتظار لهذه القوافل. يعني تم إخبار الناس المتواجدين في منطقة شمال قطاع غزة ومدينة غزة
بأن هناك قوافل في الطريق، فتجمعت الناس تتحدث عن مئات الآلاف من الجوع في تلك المنطقة. شهود العيان يقولون بأنه عندما بدأت هذه القوافل تدخل تدافعت الناس حول هذه القوافل وبدأ إطلاق نار في تلك المنطقة، أدى إلى ما رأيتموه حوالي 100 قتيل ومئات الجرحى الآخرين. هذا هو ما حدث. الآن الجيش الإسرائيلي، يعني كنت شاهد ناطق باسم الجيش، ينفي أنه قد أطلق النار، ولكن يعني ما حدث على الأرض هو مأساوي للغاية. هناك أناس مصابون برصاصات وهناك بقذائف، ويعني القضية خطيرة للغاية، ويجب أن يكون هناك تحقيق في هذا الموضوع، ولا يمكن أن يمر مرور الكرام. طيب، هل الأونروا ما زالت تعمل في غزة ولا لا تتمكن الآن من أداء عملها؟ نحن حاولنا منذ الأول من يناير حتى الخامس من فبراير إدخال يعني 35 قافلة من المساعدات إلى مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي وافق فقط على 10 قوافل. آخر مرة دخلنا فيها مدينة غزة كانت بالثالث والعشرين من يناير الماضي. الأوضاع خطيرة للغاية. إذا لم نتمكن نحن من الدخول ولم نتمكن نحن من إدخال هذه المساعدات إلى منطقة شمال قطاع غزة أو بقية المناطق، معنى ذلك أن لا أحد سيتمكن. في النهاية نحن نشكل العمود الفقري لكل العمل الإنساني في قطاع غزة. نحن من بقينا لوحدنا في غزة، لدينا 13,000 موظف من الموظفين الثابتين، لدينا 10,000 من موظفي العقود يعملون معنا، أيضا لدينا مئات الشاحنات والعربات والخبرة والسجلات والمعلومات. يعني نحن هنا منذ أكثر من 75 عام. يعني محاولة الالتفاف حول الأونروا لن تنجح على الإطلاق، سواء باستخدام قطاع خاص أو مقاولين أو سائقي شاحنات. في النهاية هذه العمليات لن تؤدي أو لن تكون عمليات منتظمة. طب هل هناك فرق تتبع الأونروا موجودة على الأرض في غزة ولا ما أصبحوش موجودين؟ لا، هناك بعض الأفراد من مثلا عيادة، هناك عيادة في الشمال لا زالت تعمل. هناك موظفون رفضوا الخروج إلى منطقة الجنوب وهم موجودون في مراكز الإيواء، يديرون مراكز الإيواء، ولكن الأونروا بصورة رسمية أو أي منظمة أخرى نحن غير متواجدين كمقرات وكإشراف في منطقة الشمال. طب وبالتالي هل لديكم تقارير أنه كيف يأكل هؤلاء الناس، كيف يعالج هؤلاء الناس، الوضع الصحي للمستشفيات إن بقيت هناك مستشفيات؟ هل بتجيلكم تقارير من الأرض بتنقلوها للمصادر الأممية التي تنتموا إليها؟ نعم، هناك تقارير تأتي تباعا من تلك المناطق على كافة المستويات. الناس حتى قبل حوالي 10 أيام كانت تستخدم بصراحة أستاذ خالد أعلاف الحيوانات، ولكن حتى أعلاف الحيوانات نفذت. كانت يعني تستخدم أعلاف الحيوانات للأكل؟ نعم نعم، هذا صحيح، وهذا لم يحدث في تاريخ قطاع غزة منذ النكبة الفلسطينية في عام 1948. ما يحدث هو نكبة فلسطينية ثانية على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجمعي. الآن نفذت أعلاف الحيوانات، بدأت الناس تأكل الحشائش والأعشاب وما إلى ذلك، ولكن حتى هذه لم تعد متوفرة، بالإضافة لأنه هذه الأعشاب والحشائش هي ملوثة أيضا من عشرات ألاف الأطنان من القذائف التي ألقيت في المناطق الزراعية. المياه ملوثة تماما. نتحدث عن كل أطفال منطقة شمال قطاع غزة هم مرضى بلا استثناء. وهناك ظاهرة أستاذ خالد أن الذين ولدوا خلال الفترة الأخيرة في منطقة قطاع غزة بصفة عامة ولكن بالأخص في الشمال ولدوا قصار القامة وناقصي الوزن. يعني هناك تغيرات جينية تحدث نتيجة لأن الأم أصلا تعاني من سوء التغذية والهزال، وهذا ينعكس على الأطفال الرضع وغير الرضع أيضا. ما يحدث في شمال قطاع غزة أنهم يحولون
مئات الالاف من السكان الى حياتي البشريه. سيد عدنان، انت بالتاكيد بحكم منصبك تجتمع مع عدد من جنسيات مختلفه تنتمي الى الأونروا، وبالتالي هم ينقلوا لك ايضا نتيجه اجتماعاتهم مع المسؤولين في المنظمات الاخرى او في الامم المتحده. ما هي الخطوه التاليه؟ يعني ماذا نحن فاعلون؟ لا اتحدث عن دول ولكن اتحدث عن منظمات دوليه. ما هي الفكره؟ ما هي الخطوه القادمه؟ كل شيء ممكن ان يتم عمله انقاذ الاوضاع، ولكن يجب ان تكون هناك اراده سياسيه من الجانب الاسرائيلي. هناك 7 معابر بين اسرائيل وقطاع غزه، وليس معبر رفح ومعبر كرم ابو سالم فقط. هناك 7 معابر بريه، يجب على اسرائيل ان تفتح هذه المعابر. اذا كانت معبر رفح ومعبر كرم ابو سالم بسبب اجراءات التفتيش الاسرائيليه المعقده والبطيئه لا يدخل شاحنات بالعدد المطلوب لمواجهه الاوضاع في قطاع غزه، فلتفتح اسرائيل المعابر الاخرى، دون ذلك الاوضاع ستبقى خطيره ومتصاعده ومتازمه على كافة المستويات. طبعا. هذا يجب أن يكون واضحا، ولكن منظمات الأممية نحن جاهزون للعمل فورا، ولكن ما العمل إذا لم تكن هناك إرادة؟ ما العمل؟ يعني أنت محق. تمام، أنت محق. ما العمل؟ صحيح. أستاذ عدنان أبو سنة المشار الإعلامي للأونروا في فلسطين، أشكرك شكرا جزيلا. ما العمل؟ يعني هو نفسه يتحدث عن ما العمل. نذهب إلى غزة سريعا. معنا على الهاتف الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة. دكتور أشرف مساء الخير. أهلا وسهلا بكم، مساء النور. يعني صف لنا ماذا حدث وما لديكم من روايات عن طبيعة القصف الإسرائيلي هذا اليوم وعدد الشهداء والمصابين حتى هذه الساعة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي حدث هو أن الاحتلال الإسرائيلي قد بيت النية الواضحة لقتل المواطنين وقتل وإحداث إبادة جماعية في منطقة شمال غزة، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بمباغتة آلاف المواطنين الذين كانوا يتجمعون لاستقبال المساعدات الإنسانية التي كانت على وشك الوصول إلى شمال قطاع غزة من جنوبه عبر الخط الساحلي، مما أدى إلى استشهاد 112 شهيد حتى اللحظة وإصابة 760 آخرين، إضافة إلى أن هناك ما يزيد عن 30 شهيد لا زالوا وفق شهادات شهود عيان، أن هناك أكثر من 30 شهيدا لا زالوا متواجدين في منطقة دوار النابلسي في منطقة الشارع الرشيد، لم تستطع الطواقم الطبية ولم تستطع أيضا المواطنون الوصول إليهم نتيجة وجودهم بجوار الآليات العسكرية الإسرائيلية. وبالتالي ما قام به الاحتلال الإسرائيلي أمام سمع وبصر العالم هو عملية إبادة جماعية لآلاف المواطنين الذين تجمعوا من أجل أن يحصلوا على طب دكتور أشرف، كان معنا متحدث الأونروا يقول أن هذه القافلة بالتحديد ليست معتادة، وهي من تنظيم الجيش الإسرائيلي مع عدد من الشركات الخاصة، لا توقيتها معتاد ولا أن تخرج بهذه الكيفية أمر معتاد. كيف تفسر هذا الأمر؟ يعني المواطنين في شمال قطاع غزة باتوا الآن جوعى والمجاعة تضرب أطنابهم في كل لحظة، إضافة إلى أننا بتنا كل يوم نفارق أعداد جديدة من الأطفال وكذلك النساء نتيجة سوء التغذية وعدم توفر الطعام وعدم توفر المياه، وبالتالي كل المواطنين في شمال قطاع غزة يتحسسون ويتلمسون أي قاطرة تأتي بمساعدات إنسانية دون معرفة وجهتها أو من يقف خلفها، هم يريدون فقط الحصول على أي كثرة خبز أو أي طعام، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي قد بيت النية لقتل وإحداث إبادة جماعية للمواطنين في شمال قطاع غزة، إضافة إلى ذلك الاحتلال الإسرائيلي يضع الآن 700 ألف نسمة في شمال قطاع غزة في مثلث الموت من خلال بداية الاستهداف المباشر، وقد تشاهدون المجازر التي ترتكب كل لحظة في شمال قطاع غزة جراء الاستهداف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي والمدفعية الإسرائيلية. ممكن تصف لنا ممكن نعم. معلش يا دكتور أشرف، ممكن تصف لنا الإصابات جت لحضرتك في المستشفيات إزاي في القطاع؟ الإصابات التي وصلت إلى شمال قطاع غزة وصلت إلى كل مستشفيات شمال قطاع غزة من مجمع الشفاء الطبي والمعمداني وكمال عدوان والعودة
وكذلك عياده الدرج، هذه المستشفيات استقبلت الاعداد الكبيره التي وصلت اما باصابات في منطقة الرأس أو منطقة الصدر، وبالتالي كل الإصابات التي وصلت هي إصابات في منطقة القتل سواء منطقة الرأس أو منطقة الصدر، وهذا ما يشير إلى عدد الكبير من الشهداء وعدد الكبير أيضا من الحالات التي لا زالت خطيرة وحرجة. طيب في الحياة اليومية في القطاع، في الحياة اليومية بالنسبة للمستشفيات، اللي احنا فاهمينه أنه في مساعدات بتدخل أو بتلقى جوا، هل الكلام ده آليته ازاي؟ آلية وصوله لحد المستشفى اللي حضرتك مسؤول عنها بتبقى ازاي؟ يعني صف لنا الواقع. يعني الواقع صراحة كارث ومؤلم للغاية. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في حجم ونوعية ومسار المساعدات الإنسانية والطبية التي تدخل على محدوديتها إلى قطاع غزة، إضافة إلى ذلك ويستخدم المساعدات الإنسانية والطبية كسلاح إضافي لقتل المزيد من المواطنين. هناك يعني نقدر ونثمن الخطوة الإيجابية التي كانت من جمهورية مصر العربية ومن الإمارات العربية المتحدة ومن الأردن الشقيق وغيرها من الذين بدأوا يحاولون فتح جمود هذه الآلية من خلال الإنزال الجوي. طيب هقف عند الإنزال، معلش يا دكتور أشرف، الإنزال بقى اللي أنا بزيعه دلوقتي على الهواء، لما بتنزل السلع دي بتنزل على أرض شمال غزة، كيف يلتقطها الناس اللي احنا شايفينه محتاجين اكل دول؟ يعني للاسف هناك مشكله حقيقيه فيما يتعلق بعمليه الانزال فيما يتعلق بالشمال، المنطقه الشمال منطقه الان بها 700 الف نسمه، هناك تواجد للاحتلال في مختلف مناطق شمال قطاع غزه، وبالتالي عندما تسقط هذه المساعدات من الجو لا يصل اليها كل المواطنين، وبالتالي الآلية هي إحدى الآليات التي نريدها ومزيد من الإنزال الجوي ولكن في أماكن الاكتظاظ السكاني، إضافة إلى ذلك أن يكون هناك أيضا ضمانات لوجود ممر إنساني آمن يسمح بدخول القوافل الإغاثية البرية إلى شمال قطاع غزة حتى تصل بشكل كامل إلى مستحقيها في شمال القطاع. عملية الإنزال الجوي هي عملية مقدرة ونحتاج إلى المزيد منها وإلى التركيز فيها لتصل إلى جموع المواطنين في أماكن تواجدهم بالتوازي مع دخول القوافل الإنسانية البرية بشكل منظم. طيب حدثني عن الحالة اللي فيها 700 ألف شخص دول، يعني أين المفر؟ إزاي هياكلوا؟ يعني الموضوع هيمشي إزاي بكرة الصبح بالنسبة لحياتهم اليومية؟ يعني الآن تساوى الموت مع الحياة لهؤلاء 700 ألف، الآن هؤلاء يضربهم المجاعة بشكل مستمر وبشكل قاسي، بدنا اليوم نلاحظ أن هناك عشرات الوفيات من المرضى المزمنين أو الأطفال أو النساء الحوامل ومن الفئات الهشة التي لا تقوى على الجوع والتي تنخفض لديهم المناعة، هؤلاء جميعا معرضون للوفاة والاستشهاد في أي لحظة، وبالتالي هناك قساوة لحرب المجاعة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة حقهم بالوصول المساعدات الإنسانية والطعام إليهم، وبالتالي هم يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى أنهم يفتقرون إلى أي كثرة خبز، وصولا إلى أنهم يأكلون يعني للأسف ما يأكله الدواب سواء من العلف أو ما غير ذلك، وهذا أيضا انتهى في شمال قطاع غزة، وبالتالي اليوم سلوك المواطنين في شمال قطاع غزة أن يموت من أجل أن يجد كثرة الخبز حتى وإن كان ثمن ذلك حياته وحياة أسرته بالكامل. اليوم الاحتلال الإسرائيلي كما قلت وضع شمال قطاع غزة في براثن المجاعة وبراثن الاستهداف المباشر وبراثن أيضا عدم توفر الخدمات الصحية بعد أن قام بتدميرها وعدم وصول المساعدات الطبية والوقود إلى مستشفياتها، وبالتالي كل مستشفيات شمال قطاع اليوم قطاع غزة باتت عبارة عن نقاط طبية لا تقدم الخدمات المنقذة للحياة، وهذا ما يشير إلى العدد المتزايد من الوفيات والشهداء نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية في الشمال. دكتور أشرف القدر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشكرك شكرا جزيلا. مش عارف يعني ده أمر صعب جدا جدا جدا، ناس رايحة تجيب أكل هو الحد الأدنى من الحياة. بصوا المشهد يا جماعة،
بص المشهد بتاع الأطفال الصغيرين دول رايحين يجيبوا أكل عبارة عن دقيق بيعملوه بياكلوا بيه أي حاجة، ده بيقول لك بياكلوا علف البهايم. هو في كده في الدنيا؟ هو في كده في العالم؟ يا جماعة لازم يبقى في حاجة من عند ربنا بقى، لازم يبقى في حاجة من عند ربنا. ما احنا ما خليناش بشر على وجه الأرض ما اتكلمناش معاه، وبصراحة ما عندناش حل، ما حدش قدر يعمل حل، ما حدش قدر يعمل حاجة. احنا هنكذب ليه؟ ما احناش قادرين نعمل لهم حاجة. لكن ده مش موت، ده تعمد الإذلال حتى الموت، ده تعمد التجويع حتى الموت. ده دولة قد كده ما كانتش أرضها ولا مكانها ولا أصلا ليهم تاريخ فيها، وجم فرضوا على العالم كله بكل تحضره إنه يشوف المشاهد دي ويقف ساكت. إزاي؟ مش فاهم إزاي. عندهم إيه مش عندنا؟ إيه اللي تملكه إسرائيل لا يملكه الجميع؟ إيه القوة اللي هم فيها دي؟ هل في شك إن كل دول مش أطفال عزل وناس هلكوا من 7 أكتوبر لحد دلوقتي؟ مات منهم اللي مات وكلهم قاعدين في الأرض وكلهم بيوتهم اتهدمت. إزاي يصحى الصبح يتضرب بالرصاص ويتضرب بالدرون ويتضرب بالدبابات هو وأهله عشان بس راح يجيب لقمة عيش؟ مفيش مجتمع في الدنيا ولا قوة في العالم قادرة على إسرائيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني حاجة عجيبة طبعا. يعني ده كده كتل المرة العشرة. هتلاقوا المذيع في هذه القناة والقناة اللي جنبي والقناة اللي ورايا قال نفس الكلام، واطلع ممكن تلاقي برضو نفس الكلام في السعودية وفي الإمارات، وكلنا بنقول نفس الحدوتة. يعني كل الكلام ده متكرر، كل ما يموت حد بنطلع نقول الشويتين دول. لكن ان يبقى في حل، مفيش. انك تضمن ان بكره ما يحصلش مجزره تانية، مفيش. انك تعرف تاكل الناس دي، مش عارفين. مجتمع ايه ده؟ عالم ايه ده؟ عالم شكله ازاي؟ ايه القذاره اللي انتوا وصلتوا لها دي؟ يعني رؤساء دول ايه دول اللي بيتكلموا على انسانيه ولا بيتكلموا على عدل ولا بيتكلموا على مساواة؟ مين دول؟ ده انتوا كلكم بتوع مصلحتكم. كل الناس والله العظيم، يعني الواحد بينظر دلوقتي لرئيس فرنسا ولا لرئيس المستشار الألمانيا ولا لبتاع سويسرا ولا بتاع، انتوا مين؟ انتوا بتضحكوا علينا؟ انتوا في جانب والإنسان والدنيا والإنسانية وحقوق الحيوان والحيوان مش عارف ايه والنبات والطقس والمناخ والبني ادمين بتموت والجثث بتتشال على عربيات كارو وشايفين والعالم كله شايفه ولا حاجه. نحن في عصر القوه مش في عصر المبادئ. احنا في عصر القوه، مفيش حاجه تانية. انتوا خلقتوا من هذه الاجيال من يتبقى منها مشاريع لشهداء هيروحوا يفجروا نفسهم في أي مكان من باب اللا أمل. هو عمره ما هينسى اللي حصل في أبوه وأمه، عمره ما هينسى. وفي اللحظة دي إحنا هنبرر اللي هو بيعمله، لأنه مات معنويا 100 مرة، هو شاف الموت بعينه كتير. تاني، عصر القوة، المذيعين يصرخون ويتألمون عادي جدا لكتل المرة المليون، الحكومات تتحدث وفقا لمصالحها أو تتحدث وفقا لإمكانياتها، ده خلاص بقى ده العادي، ده الستيريوتايب اللي احنا يعني واخدين عليه. والدول الكبرى تستخدم الفيتو، أمريكا في مجلس الأمن ما يحصلش أي حاجة لإسرائيل، وتدفع لإسرائيل 17 مليار تديها بيهم أسلحة، إسرائيل تموت الفلسطينيين العزل والدايرة ماشية. لأنك لست قوي، لأنك مش قوي، أنت ضعيف. طول ما أنت ضعيف اخرس بقى وخد فوق دماغك كده وكل من علف البهايم يا ضعيف. ده الواقع، احنا ليه هنكذب؟ شوفوا بقى إسرائيل بتعمل ايه وقعدوا مع بعض، لأن الدور الجاي هيبقى على حد تاني.
يعني اقعدوا كده مع بعض شوفوا اسرائيل بتعمل ايه، ازاي مثبتة العالم ده كله، الى ان نشوف مين اللي عليه الدور فينا. وساعتها هتقعد برضو تسمع نفس المذيع بيقول نفس الكلام بس يمكن صوته يبقى اعلى من كده. ومفيش حاجة، قوة، لازم قوة، لازم قوة، من غير قوة مفيش حاجة ولا شيء، ولا أمم متحدة ولا مجلس أمن، كل ده طلع أي كلام، كل ده بيتحرك وفقا لمصادر القوة. نفس الكلام هنقوله لو حصلت حادثة تانية، يا ترى مين اللي عليه الدور في ظل هذا النظام العالمي القاسي اللي لا يعرف أي رحمة ولا إنسانية، ولا تسمعوا كلامهم في موضوع الإنسانية ده مرة تانية خلاص. يعني الحكومات تتصرف بشكل كأنهم همج. يعني للأمانة في بعض الشعوب وبعض الكيانات الغير حكومية اللي موجودة في الدول الأوروبية وبرضه في الولايات المتحدة الأمريكية بيقوموا بدور جميل جدا. في طيار حرق نفسه عشان خاطر القضية الفلسطينية أمريكا. وفي كتير من الاجتماعات بتاعة الأمريكان والحكومات الأوروبية بتبوظ بسبب الناس اللي يعني بيحتجوا عشان غزة. وفي نفس الوقت الحكومات بتشوف هذه المشاهد وتقف ساكتة. الحكومات، كل الحكومات، إما إن في حكومات عاجزة ضعيفة ملهاش كلمة، وفي حكومات تانية قوية وقادرة وليها كلمة ومش عارفة تنفذها على إسرائيل. ده الواقع. كن قويا، كن قويا على الأرض، مفيش غير القوة. اوعى تصدق أي حاجة تانية، اوعى حد يقول لك ان هناك قانون، اوعى حد يقول لك ان هناك قيم او ان هناك مبادئ، مفيش. الدنيا دي ما بتعرفش غير القوه، القوه هي دي بس الناس بتحترمها، غير كده بقى كلام بيقولوه في الكتب وفي التلفزيونات، لكن كل حاجه بتدار بالقوه، بالقدره. ربنا وحده اكيد عنده حل اللي احنا فيه. نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل باقي فقراتنا، خليكم معنا. بنعود لحضراتكم مرة أخرى. النهاردة كان في قمة مصرية سودانية، الرئيس السيسي استقبل عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ويعني مباحثات هامة ومباحثات يبدو أن هناك تحرك في قضية السودان، لأن شفنا كمان أنه رئيس قوات الدعم السريع ذهب إلى ليبيا في نفس التوقيت. هل هناك تنسيق مصري إماراتي سعودي ليبي في حل هذه القضية؟ أمر احنا يعني بنترقبه وبنطلبه وبنتمنى ان هو يكون موجود. طبعا البرهان النهاردة قال انه مصر ليها دور في استقبال المواطنين السودانيين وتخفيف اثار الازمة. طبعا احنا شايفين يعني اخواننا السودانيين موجودين في كل حتة في مصر رغم الظروف اللي احنا فيها، لكن ده واجب علينا. ورئيس السيسي قال انه هناك دايما مواصلة لتقديم الدعم الكامل لمحاولة الوصول الى استقرار سياسي وأمني واقتصادي بالسودان ودعم وحدة الصف. هل ستتحرك القضية السودانية قريبا؟ يبدو أن التحركات المصرية الآن أن هناك مقترحا أو أن هناك أمرا ما يحدث، ده اللي احنا هنتمناه ونعرفه في الأوقات أو الأيام والأسابيع القادمة. أيضا الرئيس السيسي تلقى اتصال من الرئيس الامريكي، والرئيس الامريكي يكلم الرئيس السيسي ويكلم امير قطر. يعني يبدو انه الدايره اللي موجوده بتاعه امريكا ومصر وقطر في موضوع الهدنه شغاله بشكل كبير جدا. التصريحات التي خرجت عن رئاسه الجمهوريه تتحدث عن ان جهود مشتركه ما بين الدولتين لوقف اطلاق النار، ورئيس السيسي حذر من خطوره استمرار التصعيد واستهداف المدنيين، وبايدن اشاد بدور مصر في هذه القضية. لكن حتى الساعة وحتى آخر مية وشوية استشهدوا ولا حاجة حصلت ولا شيء، عشان بس نكون أمنا ونقول لحضراتكم في جهود بتبذل شديدة جدا كبيرة جدا. بنسمع عن
وفود من حماس بتقعد بالأسابيع موجودة هنا في مصر، بنسمع عن زيارات غير معلنة لوفود رسمية بتروح في كل حتة، في باريس وفي قطر وفي كل حتة. مصر الحقيقة ما عندهاش شغلانة غير الموضوع ده، لكن حتى اللحظة يبدو أننا لم نصل إلى اتفاق حقيقي أو مشروع اتفاق حقيقي يقرب التوقيع على آلياته أو على بنوده. ما فيش أي حاجة من الأمور اللي احنا متوقعينها، ونتمنى أنه قبل ما يدخل شهر رمضان نشوف وقف لإطلاق النار. النهاردة كان في اجتماع مجلس الوزراء، زي ما حضراتكم عارفين مجلس الوزراء بيجتمع يا الأربعاء يا الخميس، فدايما بيبقى في اجتماع أسبوعي بيطلع عدد من القرارات، ويعني بيبقى دايما في تصريحات بتصدر عن مجلس الوزراء بعد كل اجتماع. خلونا ناخد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء يقول لنا ايه المواضيع اللي تم نقاشها النهارده. سيادة المستشار مساء الخير. مساء النور يا فندم. عايز اسال حضرتك على بعض النقاط عشان نؤكد عليها. وفقا لبيان صدر اليوم رئيس الوزراء قال ان احنا لا نلتفت الى الشائعات الخاصه بمشروع راس الحكمه، لكنه اكد كمان انه لا يوجد اي بند في العقد يمس السياده المصريه. طبعا هو غير جائز ان يكون هناك بند يمس السياده المصريه والا يكون باطل قانونا، لكن قال كل البنود تخضع للقوانين المصريه. اذا الاختصاص في هذا العقد هو للقانون المصري، صح؟ صح يا فندم. دولة رئيس الوزراء أعلن بكل وضوح سواء اليوم أو خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب التوقيع على صفقة رأس الحكمة، دولة رئيس الوزراء أوضح أنه المشروع سوف يتم تنفيذه من خلال شركة مساهمة مصرية سيتم إنشاءها من أجل تنفيذ المشروع، وسوف ينطبق القانون المصري على كافة جوانب وإجراءات العقد وعلى كافة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع. إذن في الاتفاق العقد الذي يربط ADQ مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا اختصاص للقانون الأمريكي؟ لا يوجد اختصاص يا فندم. العقد كما أعلن دولة رئيس الوزراء هو عقد ما بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة، والعقد خاضع بالكامل للقوانين المصرية. وكما أعلن دولة رئيس الوزراء اليوم لا يوجد أي بند في العقد في أي مساس بالسيادة المصرية، كما أنه كان في حرص على النص على أنه لا يجوز تفسير أي بند في العقد بما يخالف القوانين المصرية. فبالتالي العقد بالكامل والصفقة بالكامل خاضعة للقانون المصري. تمام، ده واضحة وصريحة. الحاجة التانية بقى فندم، هل اطلع مجلس الوزراء على أو اجتمع السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات بعد التوقيع لدراسة خارطة الطريق ما بعد التوقيع؟ يعني خلاص التوقيع يتبعه بالضرورة أن الفلوس تتحول، وتحولت الفلوس، وسيادة الرئيس أكد هذا الكلام. إيه بقى الخطة؟ إيه بقى التصور؟ التطور يا فندم انه كما شاهدنا اليوم بدأنا في اتخاذ الاجراءات التنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروع. كما تعلم حضرتك هذا المشروع هو مشروع عمراني تنموي ضخم. لا معلش انا اسف، انا لا اقصد في المشروع، المشروع ADQ هتشتغل عليه وحضراتكم عملتوا لجنة عشان تتابع الاجراءات، ده مفهوم، ده تطور طبيعي لاي مشروع. ايه بقى مفهوم الحل الاقتصادي للفلوس لما دخل لنا مبلغ من المال وداخل مبلغ تاني خلال فترة زمنية معينة؟ ايه الخطوات العريضة يعني؟ الخطوات العريضة يا فندم كما اوضحنا انه الصفقة بتوفر موارد دولارية ضخمة. الموارد الدولارية الضخمة سوف تساعد الدولة اولا على ضبط سوق الصرف وضبط سعر الصرف في سوق الصرف وسوق النقد الاجنبي. الصفقة سوف تسهم أيضا في تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وسوف تساعد كذلك على استيفاء الاحتياجات المحلية خاصة التي تمثل أولوية مثل السلع الغذائية المستوردة، الأدوية. طب خلينا نمسك حاجة حاجة يا سيادة المستشار. إذا لو جانا قلت مثلا بالنسبة للبضائع اللي موجودة في الجمارك، إيه الخطة؟
الخطة يا فندم، دولة رئيس الوزراء يعني منذ أيام عقد اجتماعا تناول الموضوع ده تحديدا، تقرر خلال الاجتماع كان هدف الاجتماع هو مناقشة توفير التمويل والنقد الأجنبي للإفراج عن البضائع الموجودة لدى الجمارك، وتحديدا فيما يتعلق بالسلع الغذائية الأدوية والأعلاف، واللي بلغت قيمتها حتى الآن في الجمارك حوالي 1.3 من 10 مليار دولار. يعني هنا الأولوية هتبقى للبنود دي بس، لأن 1.3 من 10 أنا أعتقد أنه في بتاع 5-6 مليار محتاجينهم عشان بقية السلع، هتبقى الأولوية في الترتيب. أكيد يا فندم هيكون الأولوية للسلع الأساسية اللي هي الأغذية الأدوية الأعلاف، وكذلك من المؤكد أنه أجهزة الدولة بالتنسيق مع البنك المركزي هتوفر خلال الفترة المقبلة عملية الإفراج عن السلع في الجمارك طبعا طبقا لأولويات الدولة، ولذلك تم الوضع أو التركيز على السلع الغذائية الأدوية الأعلاف باعتبار أنها بتمثل أولوية للاحتياجات المواطنين اليومية. لكن بطبيعة الحال ستكون هناك أولوية، ستكون هناك يعني أولوية أيضا الأمور الهامة الأخرى مثل مدخلات الإنتاج، مثل الاحتياجات الأساسية الأخرى التي تمثل أولوية للاقتصاد المصري. وكما استفسر العديد عن كيفية تعامل الدولة خلال المرحلة المقبلة مع عملية الإنفاق، دولة رئيس الوزراء أكد اليوم على أهمية الاستمرار في عملية الإصلاح وترشيد الإنفاق والتركيز والاستمرار بطبيعة الحال في خطط الدولة للإنفاق على الصحة، التعليم، بمبادرة حياة كريمة. فإذا يعني بطمن الجميع أن الدولة لديها أولويات في عملية الإنفاق، ولا وما زلنا مستمرين في أولوياتنا وعملية الإصلاح. طيب سيادة المستشار، في 520 مليون دولار استلمتهم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة قطاع الأعمال، دول دخلوا كدفعة أولى من صفقة الفنادق، صح كده؟ مظبوط يا فندم. وبالتالي ده الكلام ده كان النهارده، وفي المفروض انه في دفعات اخرى. بالظبط يا فندم، بقيه المبلغ ان شاء الله سيتم تحويلها قريبا، لكن دي كانت يعني هذه كانت الدفعه الاولى من صفقه الفنادق التاريخيه السبعه، وان شاء الله يعني سيتم الحصول على باقي المبلغ قريبا جدا. ويعني كما ذكرنا من قبل، الدولة بتسعى لتوفير وتعظيم الموارد المختلفة من النقد الأجنبي من خلال مختلف المصادر، سواء كنا بنقول برنامج الطروحات، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو الموارد التقليدية سواء سياحة أو قناة السويس وخلافه. طيب هل برضو مش بتكلم على الاجتماع، بتكلم على طوال الأسبوع والاجتماع، هل طرحت لقاءات أو حضرتك شفت لقاءات متعلقة بفكرة توفير المواد الغذائية أثناء شهر رمضان؟ هل في خطة معينة الحكومة ناقشتها الأسبوع الحالي في فكرة توفير المواد الغذائية؟ أكيد يا فندم، يعني موضوع السلع الغذائية بيتم متابعته بصورة يعني شبه يومية من دولة رئيس الوزراء، وحضرتك شفت حتى بالأمس كنا بنفتتح معرض أهلا رمضان. الدولة فيما يتعلق بالسلع الغذائية بتعمل مبدئيا على ضبط أسعار السلع في الأسواق، ثانيا بنعتمد على توفير المزيد من السلع في الأسواق من أجل العمل على زيادة العرض وبالتالي تخفيض الأسعار قدر المستطاع، بجانب الآليات الأخرى المرتبطة بتوفير مدخلات الإنتاج، الدعم أو التنسيق مع القطاع الخاص ممثل في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية للتوسع في معارض أهل رمضان والمنافذ أخرى، وأيضا المنافذ التابعة لوزارات الداخلية والدفاع والزراعة والتموين. يعني بنستهدف توزيع وزيادة المعروض من السلع من ناحية، وضبط أسعار السلع أخذا في الاعتبار أنه بداية من الأول من مارس إن شاء الله سنبدأ في متابعة الالتزام بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي المستهلك على السلع وعلى أرفف المحال، وإن شاء الله يعني كافة أجهزة. تمام، الحكومة أيضا مستمرة في عدم البدء في مشروعات جديدة وفقط استكمال المشروعات
اللي نسبتها تزيد عن 80% لو اتذكر ان انتم قلتوا 70%، لكن ما دون ذلك سيتوقف ولا يمكن البدء في مشروعات جديده. بالتاكيد يا فندم، ما زلنا في سياسه ترشيد الانفاق، ما زلنا في تطبيق كافه الاجراءات الاصلاحيه التي تم اتخاذها الفتره الماضيه، وهذا الامر اكد عليه دوله رئيس الوزراء اليوم بشان اهميه العمل على ترشيد الانفاق والاستمرار في عمليه الاصلاح الاقتصادي الشامل، واهمها طبعا ترشيد الانفاق الاستثماري، لانه الانفاق من المؤكد خلال الفتره القادمه سوف يعتمد بالاساس على اولويات الدوله خلال المرحله الراهنه. عظيم. تم اقرار ايضا مشروع قرار بتعديل احكام قرار رئيس الوزراء بخصوص الحد الادنى للاجور، كده يمكن ان نقول تاريخيا انه لا يوجد موظف في الدوله، وحضرتك صحح لي، ما بياخدش الحد الادنى اللي هو 6000 جنيه. أكيد يا فندم، يعني إن شاء الله بناء على الإجراءات المتخذة، وهي أيضا يعني أكيد ارتباطا بحزمة الإصلاحات التي والحماية الاجتماعية التي أقرها فخامة السيد رئيس الجمهورية، الهدف منها دعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم أخذا في الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي اليوم أقر مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. عندي بس رجاء بسيط، خلاص احنا يعني كفانا شرحا للصفقة، يعني عم عبده البواب عرف الصفقة حتة حتة، خلاص عرفنا كل حاجة، يعني في ضوء اللي بيتقال لنا محدش هيضحك على حد بقى تاني. واتس نيكست؟ أيوه هنعمل إيه بقى؟ الخطة الاقتصادية بقى اللي هو سياسة الشهر القادم وسياسة الست شهور القادمة وسياسة السنة القادمة وسياسة الثلاث سنوات القادمة. طرح بقى رؤية، مش ده الطبيعي؟ يعني اللي هو مساء الخير مساء النور، مش الصفقة بقى خلاص خلصنا الصفقة وخدنا الفلوس وجاية بقيتها في 60 يوم، ناوينا بقى نعمل ايه؟ ولا انا غلطان؟ يعني ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هنحط بقى 5 فين و3 فين و2 فين ومين رايح عند مين وسياساتنا اولوياتنا فيها ايه في حدود اللي جالنا؟ بتهيألي بقى محتاجين فقره الشرح، يعني فقره ماذا سنفعل ولا ايه؟ فاتمنى ان احنا بقى نقفل صفحه شرح الصفقه، خلاص شرحت الصفقه، قبضنا ثمن الصفقه، تمام؟ نعمل ايه بقى؟ ده السؤال الناس بتساله، يعني قولوا لنا نعمل ايه عشان نمشي معاكم برضه. حاجة حلوة يعني فرحوا الناس، مش احنا أيام الكهرباء وأيام الأسعار اللي هي لسه موجود، وأيام 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 كنا بنطلع ونقول وبتاع، ما احنا بقى في أيام حلوة أهي، وداخلين على أيام مفترجة. كلمتين بقى حلوين اللي هم بتوع إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ال 10 مليار الأولى ناوينا 2 هيروحوا للجمارك، 3 هيروحوا للبتاع، احتمال نفتح لكم الكريدت كارد، يا سلام. حسس الناس بقى انه انا معاك بقى. يعني لما تيجي تقول له ايه؟ هفتح ها سنه موضوع الكريدت كارد ده، لا دي اماره كبيره. فتخيل ده خبر بكره. مش بكره، يوم الاحد تكون البنوك فتح. يبقى فتح الكريدت كارد ده هيدي انطباع جامد للناس. او ادينا اي انطباع، يعني خلاص انسى موضوع الكريدت كارد، قول لنا بس ايه اللي هيحصل. انا متفائل. بس مستني الخطة، مستني 1 2 3، واحنا معاك، يعني احنا معاك في كل الخطوات الجاية ان شاء الله. بعد الفاصل هستقبل ضيوفي، بس عندي موضوع بس عايز اقول لحضراتكم عليه، لم يتسنى ليا ان انا اتأكد منه او اتأكد من معطياته. يعني احنا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانا مرة اخرى ليس لدي كل المعطيات، ده نقلا عن مواقع تواصل اجتماعي وفيديوهات لشهود عيان، في طالبة في العريش تصدرت كل مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الطالبة اسمها نيرة صلاح الزغبي. نيرة توفت وغير معلوم سبب عن لسان رسمي ما هو يعني سبب الوفاة،
لكن في أقاويل متواترة بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا تتحدث أن هناك مشكلة ما، ما عندناش غير أقاويل بتقول أنها تعرضت للابتزاز والتنمر والمساومة من بعض طلبة في جامعة العريش. كل هذه أقاويل، كل هذه أقاويل. حاولنا الاتصال بجامعة العريش بس الناس عادة في الأوقات اللي زي دي بتختفي، يعني حد ما يقول لهم اطلعوا قولوا كلمتين للإعلام. وحاولنا الاتصال بوالدها قبل الهوا، قال يعني هيتواصل معانا، وبعد كده برضو قفل تليفون. ايه اللي حصل لنيرة؟ انا ما اعرفش، بس اللي حاصل على السوشيال ميديا ده يستدعي ان وزير التعليم العالي يطلع يكلمنا. لا لا، ما حصلش حاجة وكله تمام. ماشي خلاص، لا حصل وبنحقق، مستنيين التحقيق. لا المواضيع ليها أبعاد تانية، لا كاني، لا من يعني ده لازم في حاجة اسمها السلم العام في المجتمع. السلم العام ده أمر كل جهة يحصل عندها نوع من أنواع التوتر كده، يعني ده لسه احنا لسنا أمام، لا شفنا حاجة جنائية، هنا بقى السيد وزير الداخلية اتدخل، لا شفنا حاجة جنائية ولا شفنا حاجة مش عارف ايه، ولو ان هتلاقي عنده الموضوع اصلا قبل ما وزير التعليم العالي يشتغل. فلكن لازم اسال وزير التعليم العالي، لازم اساله اقول له جامعه العريش مش تبع سيادتك؟ خير يا فندم، يعني اكيد مكتبك قال لك في الدنيا مقلوبه على السوشيال ميديا. انا مش عايز اقول اي روايه او اتبناها لان ما فيش حد عايز يتكلم، ومش هقدر انقل ما يقال على السوشيال ميديا، بس في موضوع قلق الناس. هل يتحدث السيد وزير التعليم العالي عشان يقول لنا ليه نيرة يقال أنها توفت نتيجة أسباب بقى مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بحياتها الجامعية؟ ما أعرفش. هل وفاة طالبة عندها 18 سنة في الجامعة أمر يستدعي أن الإعلام والوزير والحكومة تتكلم؟ أنتوا إيه رأيكم؟ بنت عندها 18 سنة، يعني محمد اللي قاعد جنبك ده ومي اللي قاعدة جنبك وداليا ولادك، تصحى الصبح راح الجامعة ما رجعتش، ماتت. ده يستدعي ايه؟ خلونا ننتظر ونشوف رد من السيد وزير التعليم العالي. في برضو خبر كده ده مهم. بيت التمويل الكويتي، دي مؤسسة نقدية محترمة، قالت ان احدى الشركات التابعة ليها قدمت عرض لشراء المصرف المتحد. ده بنك مصري مملوك لمصر مش للقطاع الخاص، مصرف المتحد ده كان معروض للبيع. قدمت عرض، عرض غير ملزم لكن ده حلو، ده كويس، ده في علم الفلوس حلو. وتاني انا سامع اليومين دول مش من الحكومة، انا قلت لحضراتكم كده امبارح، في كام اجتماع كده على جنب في كام حاجة جايين، مش بال 24 مليار طبعا، لا يعني ما تاخدوش على كده، ده ما بيحصلش مره في العمر، لكن في كام حاجه كده شغالين الناس عليها دلوقتي، استثمارات خارجيه. ده انا يعني بتوصلنا انباء من المؤسسات الماليه او القانونيه اللي بتشتغل على هذه المواضيع. هناك مباحثات الان تدور حول عدد من الصفقات اللي مصر خلينا نقول بتناقشها مع عدد من المستثمرين. حاجة أخيرة ودي يعني أنا كنت متوقع تحصل، الكهرباء دفع الفلوس، طلعوا له بس أنا تقريبا الزمالك النهاردة يجيب 75 مليون ولا حاجة، الغرامة كانت 2 مليون دولار 476,389، وكهرباء دفعهم النهاردة وكده كهرباء براءة، كده كهرباء بقى هيكهرب زيادة. فمبروك لكهرباء إنك قدرت تعمل الحكاية دي، لعيب شاطر وذكي واهلاوي، احلى حاجه فيه ان هو اهلاوي. وبالمناسبه خلاص يعني ما بقاش بقى الموضوع بين اداره الاهلي والزمالك، او هو اصلا الموضوع ما كانش بين اداره الاهلي والزمالك، لكن اصبح روح التعاون والود اللي موجوده محترمه قوي وحلوه قوي وشكلها لطيف وجميل، والخطيب راجل محترم، وحسين لبيب راجل محترم جدا وهادي الطباع ومؤدب وذوق، وفي زياره هيقوم بها مجلس اداره الزمالك للنادي الاهلي، حاجه حلوه، يعني شكلنا بقى لطيف، شكلنا بقى كويس، على فكره هو ده اللي نستاهله. يعني هو ده الشكل الطبيعي لمصر، الشكل الطبيعي للرياضه المصريه.
فأعتقد إن إحنا يعني طبعا دي زيارة الخطيب لنادي الزمالك، لكن النهارده كهرباء، الناس بقى تقول لك إيه، هو كهرباء دفع الفلوس بالدولار ولا بالجنيه؟ ما خلاص بقى، ما خلاص دفعها، تفرق معاك في إيه؟ وبعدين ده كل حكاية 2 مليون دولار، لو الزمالك كان هيعوز دولار بعد كده أكيد البنوك هتحاول بقدر المستطاع توفر له. فيعني موضوع بسيط يعني. لا ده ده انت بتحلم. في واحد زملكاوي بيقول لي ما احنا احتمال يوم الجمعه يجي لنا دولارات. لا لا ده انسى. ده بيقول لك عملوا رهان في مسابقه لمين يتوقع نتيجه الماتش. فحتى الزملكاويه عشان يكسبوا الرهان قال لك الاهلي اللي هيفوز. لانه يعني ان شاء الله يعني نبي يا رب ما تكسفنا احسن. انا الموضوع ده مش هقعد فيه يعني شهرين قاعد مع الزملكاويه مش هنخلص يعني. بعد الفاصل هسأل ضيوفي اللي على الأرض بقى، يعني الناس اللي إيدها في الحدوتة، اللي إيدها في الاقتصاد، الناس اللي في اتحاد الصناعات، اللي في الشعب المسؤولة عن المواد الغذائية، الناس اللي هي بيعرف إزاي المواطن بياكل ويشرب، الناس اللي التأثير الفعلي والمباشر لكل السياسات الاقتصادية بتمر من خلالهم ثم إلى المواطن. حصل ايه؟ هنعمل ايه؟ في اي حاجه اتحسنت شفتوها؟ هل اتكلمتوا مع البنوك؟ هل الحكومه اتكلمت معاكم؟ هل الكلام بدا ياثر نوعا ما على الاسعار اللي موجوده في الشارع؟ ده اللي انا هعرفه من ضيوفي بعد فاصل قصير في كل يوم. خليكم معانا. ضيوفي هم الناس اللي على الأرض، يعني الناس اللي علاقته المباشرة بالمواطن، يعني تعرف منه الدنيا رايحة فين بكرة الصبح، اللي هو بتاع الإجراءات التنفيذية، اللي هو الحكومة تضع السياسات والبنك المركزي يوفر العملة الأجنبية وتبتدي السياسات تشتغل. تسمع بقى عند ضيوفي كل واحد في القطاع بتاعه. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي الاستاذ احمد شيحه، عضو شعبه المستوردين باتحاد الغرف التجاريه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا خالد بيه، ازي حضرتك؟ استاذ محمد البهي، عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات، مستشار غرفه الدواء. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. و الاستاذ مصطفى وهبه، رئيس شعبه القصابين بالغرف التجاريه بالقاهره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. احمد بيه، حصل حاجه او اجتماع او رؤيه او سياسه وصلت لسيادتك مؤخرا حسيت ان في اي نوع من انواع التغيير؟ هو بالفعل بدأ بعد موضوع الإعلان عن الصفقة الجميلة اللي تمت في الفترة السابقة دي بكل أبعادها وتأثيراتها المباشرة على القطاع الاقتصادي والقطاع الأمني. يعني بصراحة أنا بشيد بالصفقة بكل جوانبها لأنها لها تأثيرات إيجابية سريعة جدا. لو اتكلمنا على القطاع الاقتصادي أعتقد لها هي مردودات إيجابية كتيرة جدا جدا. كل اللي اتقال من سيد رئيس مجلس الوزراء على مستوى السياحة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى التشغيل، اعتقد دي يعني نحيي الدولة على هذه الصفقة بكل تفاصيلها، لان هي في حساباتنا احنا لا صفقة متميزة جدا جدا، وتعود على النفع على الجانب المصري والجانب الاماراتي، لان الجانب الاماراتي برضو احنا بنشيد بيه في تفكيره ان هو ما بيدخلش على صفقة غير لما يكون ضامن نسبة نجاح اكتر من 100%. تمام. فانا بحيي الدولة عزل. تأثيراتها بالفعل حصل ان احنا من خلال تواصل مع كل المستوردين ان بدأت البنوك تبعت لهم تقول لهم احتياجاتكم، او في بعض الشحنات اللي موجودة في المواني اللي هي كانت متأخرة يعني بدأت يهتموا بيها، وبالفعل بدأت الشركات دي تتواصل مع البنوك لإنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن طب عن عملوا قوائم، عملوا أولويات. هو الأولويات، ودي من الأولويات قبل الفترة دي وقبل الإنفراجة اللي حصل دي، كانت دايما للسلع الاستراتيجية، الأكل والشرب والأدوية ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، دول على طول لهم الأولوية في كل التدبير. وحتى اللي موجود في المينا دلوقتي برضه ليه الأولوية، ودي قطاعات ما ينفعش ان يبقى فيها تاخير، وكان بالفعل الفتره اللي فاتت كان تاخير محدود غير بقيه السلع اللي كانت قبل كده. كل المواد الغذائيه طبعا دي اساس، وده يدل على ان المشاكل في السلع الغذائيه هي مش قلتها الارتفاع الاسعار، انما هي كانت متواجده باستمرار.
وكانوا بيوفروا لك كل الاعتماد، لان انت لما بتدخل السوبر ماركت بتلاقي كل انواع السلع الغذائيه، لحوم، فراخ، كله كله. بس المشكله كانت في ارتفاعات الاسعار بسبب التكلفه العاليه اللي كانت بتحصل بسبب ارتفاعات الاسعار. طب في واقع رضينا بيه ام لم نرضى، اتفقنا معاه ام لم نتفق، انه في ناس اشتروا المج ده من الصين مثلا وموجود دلوقتي في الجمرك، والدوله تنظر للسلعه دي على انها سلعه مش مهمه، بس دي فلوس راجل برضو حاططها في الاستيراد ده، ده مصيره ايه او ده مين بيكلمه دلوقتي؟ لا، ما هي دي اللي بنعمل بيه، وده ممكن انا القطاع دوت انا بشتغل فيه بشكل يعني اساسي، سواء السلع الكهربائية وبتاع. احنا عايزين نديه الاولوية لان برضو دي شركات مفتوحة، والمج ده ما يعتبرش سلعة استفزازية، سلعة اساسية. وانا هقول لحضرتك انه ممكن نصنف السلع الاستفزازية اللي ممكن توفر مبالغ كبيرة جدا 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 بتتصرف عليها في الاستيراد، واعتقد انها ملهاش اي اهمية. منها مثلا يعني لو حب تسمع حضرتك، قطاع السجاير وبتاع قطاع المشروبات الغازيه بكل انواعها، والسجاير والتبغ بكل انواعهم، ده بيكلف الدوله 20 مليار دولار سنويا. 20 مليار دولار سنويا. فالنهارده دول لو الماده الخام للتبغ، طب ما انا عندي صناعه قايمه عليها اللي هي صناعه السجاير. طيب ما انا بقول السجاير عامه ايه فايدتها؟ اكتر من العربيه مثلا، يعني اكتر من التلاجه، اكتر من الغساله، اكتر من الحله اللي بطبخ فيها، اكتر من الملابس اللي انا بلبسها. يعني احنا لو بنقول سلع استفزازيه، لا ده بتاخد اولويه وتاخد توفير الدولار بتاعها بالكامل، لان احنا الصناعه كلها متكامله بتيجي من بره. من اول التبغ، الورق اللي بيلفوا فيه، كل الحاجات الخاصه، ورق التعبئه، كله بيجي بنسبه 100%. احنا لسه في موضوع الملابس ده، بنستورد يعني بنستورد بس مش بالكميات المطلوبه. بس هو انا عايز بقول برضو ان الصناعات في مصر دلوقتي تقدمت جدا. لا يعني اقصد لو الحكومه مثلا يعني ما بقولش قالت انه قدامنا سنه وفي خلال سنه ممنوع استيراد الملابس، ما فيش حاجه اسمها ممنوع. مفيش حاجه اسمها ممنوع، في سلع وفي براندات ما بتتعملش في مصر. انما انا المصنع المصري هو اللي يجبر ان المشتري هنا ما يشتريش المستورد من بره. يعني انا لما بلاقي نفسي مفيش حاجه اسمها ممنوع بحكم اتفاقيات احنا ماضيين عليها، ولا مفيش حاجه اسمها ممنوع بحس من بحكم اللا منطق يعني؟ لا، ما هو انت في حاجه اسمها المعامله بالمثل. انت هتمنعني ان انا ادخل سوقك، انا همنعك انك تدخل سوقي. وده واتفاقيات التجاره الدوليه، وانا كنت حاضر فيها وقت مناقشتها والتوقيع عليها كنائب في البرلمان. يعني في حاجات كتير جدا ضوابط عشان ما فيش دوله تتغغل على دوله بالنسبه لشروط الاتفاقيه. فالنهارده مثلا يعني انا النهارده اقول ايه؟ ممنوع دخول المنتجات الروسيه. طب هو يمنع دخول المنتجات المصرية؟ التركية نفس الكلام. وتلاقي الموازين التجارية دايما بتبقى في مراحل من التعادل مع بعض الدول اللي احنا ميزاننا التجاري بيبقى اقل منها. يعني مثلا انت هتلاقي احنا دلوقتي بيننا وما بين تركيا تقريبا الميزان التجاري متعادل. فما ينفعش نقول له ما تجيبش بضاعتي، يقول لك خلاص انا مش عايز بضاعتك. فهنا يحصل خلل في التبادل. لكن في نفس الوقت برضه في واحد بيسمعنا دلوقتي حط فلوسه في شحنه فيها ملابس او فيها سيارات مثلا، وبرضه راكن. ما هي دي المشكلة اللي بنعاني منها. هو بص، كل المشاكل دي في الآخر بتنصب على رأس المستهلك. يعني أنا كمستورد ولا مصنع مش هدفع جنيه من جيبي. كل الغرامات والبضاعة اللي موجودة في الجمارك وكل الأمور اللي بتحصل دي في الآخر أنا بترجمها إلى سعر، ومكسبي بيبقى محتفظ. بل بالعكس، أنا لما بلاقي صعوبة في خروج المنتج وأنا بس اللي عندي أو الكمية اللي موجودة في السوق، أنا بحط زي موضوع ظاهرة الأوفر برايس اللي مش موجودة في أي حتة في العالم. ده أوفر برايس تنقلب من العربيات للأجهزة الكهربية، ده الإيه؟ لقلة المعروض. وأنا الوحيد اللي بتحكم. وأنا دايما كنت بضرب مثل، لو أنا الوحيد اللي ببيع جرجير هبقى مليونير بعد سنة. الحزمة ام 2 جنيه هبيعها ب 10 جنيه، حد يقول لي حاجة؟ إنما لما يبقى ده بيبيع وده بيبيع وده بيبيع، وهي دي المنافسة. المعروض كل ما زاد كل ما قلت الأسعار. بس الأوفر برايس ما قلش اليومين اللي فاتوا؟ هي بص، اللي موجود مش كتير، والناس لسه دلوقتي احنا ما عندناش رؤية. إن شاء الله بإذن الله بعد الصفقة دي، والنهاردة ثبتت إن الصفقة دي فعلا جدية مش كلام اعلامي، دخل 5 مليار دولار وبكره 5 مليار دولار وبقيه ال 35 مليار دولار اللي هو ضخ 24 مليار مباشر و11 مليار موجودين في الوديعة هتتحول الى جنيه مصري. لا، دي عملت خلل كبير جدا في الازمه اللي كانت موجوده اللي ما كانش ليها اي وجود. وفي امور كتير جدا ممكن نقعد نقترحها ونطالب بيها الدوله. هنشوف ان شاء الله باذن الله. استاذ محمد، موضوع الدواء اولويه بالنسبه للحكومه طبعا. بالنسبه حتى يعني الناس اللي بتشتغل في قطاعات اخرى بتقول ان الدواء اولويه. كم نحتاج رقما من العمله الاجنبيه لتوفير الدواء بشكل شهري مثلا؟
طيب طبعا يعني اكيد هذا الامر دورش مرات عديده، واعتقد كان في اجتماعات مع السيد رئيس الوزراء، وغرفه الدواء طلبت ما يعني ما يعادل 200 مليون دولار شهريا لحل الازمه دي، يعني جذريا طوال العام يعني 2 مليار وشويه في السنه، 2.4 من 10 2.5 تقريبا يعني. وكان ابتدى فعلا حتى قبل عقد هذه الصفقه تم بعض التدبير على استحياء طبعا لبعض مدخلات الانتاج او الخامات، ولكن طبعا يعني ده ما ينفعش، لان الدواء وحده واحده كما تعلم المفروض يعني لو ناقص خامه انت مش هتنتج، يعني هتتعطل وهتقف وتنتظر الافراج عن الباقي. اعتقد القضيه بالنسبه للدواء تختلف عن كل ما ذكر عن القطاعات الاخرى طبعا. زي ما احمد بيه قال انا استطيع ان انا ازيد تكلفتي من خلال سعر الدولار وايضا حرفع السعر على المستهلك. الدواء لا يستطيع صانع الدواء من تلقاء نفسه انه يغير السعر لانه مسعر جبريا وهو ملتزم بهذا السعر. عشان كده لا ينفع يشتري من السوق الموازي، ولا ينفع انه ينتظر ايضا كما ذكر بالنسبه للغرامات اللي بتفرض على الكونتينر يعني او الارضيات اللي بتدفع خلال فترات طويله بتنتظر الخامات في الجمارك، ناهيك عن ان هذه الخامات ايضا ما تنفعش انها تقعد فترات طويله لانها ليها عمر افتراضي يعني طبعا. قد تتلف، وغالبا بعضها بيتلف اثناء عمليه التخزين. فده موضوع حيوي جدا، واعتقد الدوله كما ذكر طبعا على لسان السيد رئيس الوزراء ان هي اولويه اولى هيبتدي طبعا. طب احنا يعني الدوله يعني قالت كلمتها، انا بتكلم بقى على اصحاب المهنه نفسهم. واحد برضو نفس المثال، وده الواقع اللي احنا عايشينه. واحد استورد اما منتجات هتدخل في صناعه، وصناعه الدواء في مصر متقدمه جدا الحقيقه طبعا. واما منتج دواء محتاجينه عشان المواطن المصري. صحيح. وما زال موجود في الجمرك لحد دلوقتي الخامات. لان زي كما تعلم طبعا يعني كل الخامات لكن الدواء بيخرج على طول. انا بتكلم على المصانع القائمه اللي هي بتصنع. انت بتكلمني على الاستيراد اللي هو الادويه تمت الصنع. ده موضوع اخر، وانا بعتقد ان هو المشكله في الناحيتين واحده. لان طالما مفيش تدبير مفيش لا هنا ولا هنا. صحيح. لكن انا بعتقد ان الايام اللي جايه اذا تم حلحله هذا الامر، انا بتكلم على المصانع بقى برضه عشان ايه ابعد عن موضوع الاستيراد، لان الاستيراد هنا للادويه اللي بتنتج وتباع في الخارج سعرها اكتر من 10 اضعاف الدواء المصري. انت عندك الادويه الجينيريك اللي بتنتج في مصر مفهوم، بس قد تكون مطلوبه. لا مطلوبه جدا، لكن هي القضيه هنا بتكلم على الاولويات. انا عندي مصنع وعندي عمال وعندي ناس، اعتقد ان البديل المصري اللي هو رخيص الثمن احنا عشنا عليه سنوات طويله تقريبا ده مفهوم. بيغطي 93% من استهلاك المريض المصري. عظيم جدا. يبقى في 7%، انا بتكلم بقى على 7% اللي هي دواء كامل الصنع جاي مستورد من الخارج، ده كمان واقف في الجمرك لحد ما يدخل. يعني انا ما عنديش فكره، لان طبعا ده استيراد، وانا بعتقد ده مش تبع اتحاد الصناعه، احنا اللي تبعنا اللي بيدخل في التكوين الصناعي المصانع بس. وحاجة بتقول لي 93% من الدواء اللي بيستخدمه المواطن المصري ممكن يكون بانتاج مصري. طبعا الادويه اولا المستورده النهارده اولا قليله جدا، هي طبعا بير فاليو قد تكون مرتفعه السعر نتيجه زي ما قلت لك ان اسعارها في الخارج كده ان هي غاليه. وهي طبعا بتبقى اللايف سيفنج او منقذات الحياه المتعلقه بالاورام او ببعض الامراض اللي هي تتعلق بحياه الناس او الحفاظ على حياتهم يعني. انما باقي الادويه والفود سبلمنت او المكملات الغذائيه والاوتوسي الادويه اللي بتباع على رف الصيدلي بدون وصفه طبيه زي ادويه الصداع والمغص والاسهال الى اخره، دي كلها طبعا ادويه بتستخدمها المريض بشكل يومي وبتغطي احتياجاته بشكل كامل باستثناء ال7% اللي قلت لحضرتك عليهم اللي بيتم استيرادهم من الخارج. بس انت شايف انه سمعته او حصل اجتماع او في اي تطورات خاصه بفكره حلحله القائمة المطلوبة واللي موجودة دلوقتي في الجمارك فيما يخص الدواء؟ طبعا ده حوار دائر، وانا بعتقد بيشارك فيه وزير الصحة مع رئيس هيئة الدواء مع مستشار الرئيس طبعا يعني الدكتور عوض تاج الدين مع رئيس غرفة الدواء. ده اجتماعات دورية بتتم، وتم زي ما قلت لحضرتك اثناء يعني الاسبوعين الماضيين بعض التدبير، لكن انا يعني كما ذكرت لحضرتك ما ينفعش ان انا هدخل جزء من المطلوب لان برضه هتتوقف عمليه الانتاج على باقي المدخلات سواء اكتف او ان اكتف يعني. مفهوم. احنا لو عملنا حلقه يوم الاربعاء الجاي افتكر الكلام هيتغير نوعا ما. استاذ مصطفى وهبه، اخبار اللحمه ايه؟ اللحمه بدات تنقص بشكل تدريجي في السعر،
بدأت تنقص. من حوالي 10 ايام كده ابتدى يبقى فيه نزول تدريجي. طب بس طبعا مش بنزول، يعني لو اقول مثلا الحيه اللي كانت بتيجي من بره من دوله البرازيل كانت بتتباع من 15 يوم بالظبط ب 200 جنيه دلوقتي بقت 180 مثلا. ده العجل صح؟ ده العجل صاحي. بس دي تعتبر كانت ازمه زي ما تكون شبه مفتعله. لان ما فيش حاجه زادت اصلا، تكاليف الانتاج ما كانتش زادت، والدولار لما زاد في السوق الموازي ما كانش بالزياده اللي تخليها تدبلر او تبقى ضعف ثمنها. فدي حاجه كانت. واللحمه البلدي؟ واللحمه البلدي برضو نفس الكلام، يعني كانت زايده في فتره وانت مش شايف ان زيادتها دي على حق. غير لا طبعا مش على حق، وما ينفع، ولغايه دلوقتي هي سعرها مش عادل. والمفروض تنزل يبقى كيلو اللحم يرجع زي ما كان ب 350 جنيه. دلوقتي مثلا هو كان وصل ل 450، المفروض يرجع 350 تاني. طب في ال 10 ايام اللي فاتوا 450 نزلت؟ نزل مثلا 10 في 10 بقى 430. 430 مثلا، انا اتوقع نزول تاني. بس الفكره في حاجه ان احنا بننتج 40% من الاستهلاك بتاعنا وبنستورد 60، ودي في حد ذاتها المفروض ان احنا نضاعف الانتاج بتاعنا عشان ما نقعش في مواقف زي كده. يعني احنا بكل المشاريع اللي احنا عملناها دي في التنميه الحيوانيه برضه بنستورد 60% من اللي احنا محتاجينه؟ بنستورد 60% مجمدات وعجول حيه. وده اللي عمل الازمه الايام اللي فاتت، ان كل واحد عرف ان الدولار مثلا زاد في السوق الموازي رفع السلعه بدون وعي. وده طبعا قلل الطلب ونقص كمان المعروض، يعني كل واحد كان بيتحكم في السلعه بينقص المعروض منها. ده صاحب راس المال. بس مش كل اللحمه ب 430، اكيد في لحمه للمواطن، يعني في لحمه عاديه، في يعني لحمه مجمده. ما اللحمه المجمده دي كانت الهندي مثلا اللي هو الجاموس بنستورده من دوله الهند كان ب 170، اللي يخليه يوصل 340. يعني دبل. ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ ده داخل بقاله كتير انه التاجر او المستورد عرف انها تغلى خزنه، راح مخزنه بقى يطلع منه بكميات. طب هي مش اللحوم من السلع اللي هي اجباريه التسعير ولا لا مفيش تسعيره؟ مفيهاش، مش داخله في التسعيره. لا، لان بقى في انواع كتير، في مستورد قائم حي، وفي بلدي، وفي جاموسي، في انواع كتيره جدا من اللحوم. احنا بس الهدف زياده الانتاج فيما بعد عشان ما يحصلش ده مفهوم. دي احنا عندنا حاجات كتير قوي هنقولها كل واحد في مجاله نعمل ايه الى جانب الاجراءات الحاليه. لكن انا بتكلم دلوقتي في شهر رمضان واحنا داخلين عليه. الاسعار في نزول. في نزول بس في انت نزول. بتتكلم في معدل 10 و20 جنيه. 10 و20 جنيه هتنزل تدريجي، هي زادت تدريجي، فبتنزل تدريجي. يعني كان بتزيد 10 20 على مدار الاسابيع. يعني بس كل اللي شغالين في المجال ده حاسين بموضوع النزول ده. كل اللي شغال في المجال حاسس بموضوع النزول. بس لسه النزول مش كافي عشان المواطن بس يحس ان هو داخل على شهر كريم وقادر ان هو ياكل ويشرب والعمليه تبقى ماشيه احسن من كده. طيب بعد الفاصل هسال ضيوفي. مصر دلوقتي عاملة حاجة بتجيب الوزراء وبتجيب الناس الاقتصاديين وبعملين حوار وطني اقتصادي. ما هو حوار وطني؟ مش أعظم من كده. التوك شو هو اللي بدأ الحوار الوطني. طب عايز الدولة في ضوء ما لديها الآن من دولار تعمل إيه؟ أو أنت شايف في مجالك خطة لمدة سنة تبقى إيه، وخطة لمدة 3-4 سنين تبقى إيه، عشان يبقى الدولة بتفكر من ناحية وبرامج الاعلام بتساند الدوله بالناس اصحاب الفكر ان هم يقولوا لهم، فيبقى في لغه مشتركه، يبقى في سياسه متفق عليها الجميع. نحاول نسال ضيوفنا بعد الفاصل ايه اللي ممكن تعمله الدوله مؤقتا ثم على المدار طويل الامد. بعد الفاصل. بنعود لحضراتكم مرة أخرى في استكمال أو بالتوازي مع الحوار الوطني الاقتصادي. دي الناس اللي بتنفذ على الأرض والحكومة بتسمعنا دلوقتي، فهنسألهم نفس السؤال اللي بيسألوا الحوار الوطني الاقتصادي. يا أستاذ أحمد، لو حضرتك مكان الحكومة النهاردة وإحنا بكرة 1 مارس وعندك كاش في 60 يوم 24 مليار في ضوء الأزمات والمعطيات اللي حضرتك شايفة دي، تعمل ايه؟ كلمني، ما تقوليش ايه تحسين الصناعه، تحسين الزراعه، مش عايز كده، انا عايز خطوات عمليه خلال 3-4 شهور الجايين.
ولا 24 مليار دولار دول هيحلوا مشاكل مصر لمده 3 سنين بتغطي الفجوه في احتياجاتك الدولاريه ما بين اللي كان موجود وما بين اللي هنا. متاكد؟ انا دي شغلتي. 3 سنين؟ لمده 3 سنين. النقطه المهمه الثانيه ان انت عندك في الدولة دلوقتي ودي رسالة أنا ببعتها للناس اللي كانوا قاعدين، هي مصر عمالة تصرف على الكباري وتصرف على الإنفاق وتصرف لولا البنية التحتية المتميزة اللي حصلت في الفترة السابقة أيا كانت تكلفتها اللي هي كنا بنصرف فيها. احنا جينا نجني مرحلة الثمار للمشروعات دي لولا الناس اللي جم خدوا رأس الحكمة، ما كانش عندهم طرق، ما كانش عندهم استقرار أمني، ما كانش عندهم بترول، ما كانوش يقربوا يدخلوا هنا، لأن في أماكن كتير جدا برضه متميزه ويحصل فيها استمرار بس مفيش استقرار امني، مفيش طرق، مفيش كهرباء. فانا بنرد على الناس دي اللي كانت عماله دول ثانيه يعني احنا اللي عمالين يسفهوا وانتوا عاملين تعملوا كباري وانتوا عاملين طرق، لا ما هو لولا دي ما كانش انا على طول مسافر بره، انا لسه جاي من الصين بقالي 15 يوم. عايز اقول لحضرتك كل ما بروح بلاقي انجازات، طرق، مباني وانشاءات ومواني والكلام ده كله. اللي احنا بنعمله دوت احنا بنعيد ترتيب الخريطه الاستثماريه في مصر بالمشروعات ديت. وانت دايما لما بتيجي تستثمر انت بتدفع في الاول وبعد كده بتجني استثمار. مصر وصلت مرحله جني استثمار. ماشي، يعني هنتفق او نختلف في الاصطلاح، لكن انا بتكلم دلوقتي من 1 مارس ل 1 7 تمام؟ تعمل الحكومه. تعمل الحكومه ان تتوظف الاموال اللي دخلتها دي التوظيف الصح. ازاي بقى؟ وتمول السلع الاستراتيجيه والسلع المهمه والسلع لخطوط الانتاج. نمره واحد، انت عندك بتمول سلع كتير جدا انت مش في الحاجه ليها. ودي مهلكه زي ما قلت لحضرتك، السجاير بمجموعها المياه الغازيه انت بتتكلم في 20 مليار دولار تكلفه. يقول لك دي اصلها صناعه مصريه، ما كل مكوناتها بتيجي من بره، حتى المياه الغازيه اللي بتيجي هي ميه وسكر واللي هي الحاجات اللي هي الاضافات اللي بتحصل فيها دي اللي هي بتاعه الطعم ديت. دي احنا لو رشدناها مش هنقول نلغيها خالص، يعني ممكن يبقى حجم استهلاكها وحجم احتياجاتها نص، طب بتوفر 10 مليار دولار على طول. نقطة تانية مهمة جدا ودي أنا بناشد فيها الدولة، إن تحويل الدعم العيني إلى دعم مادي. بمعنى إن الدعم العيني فيه مشاكل كتير وفيه أخطاء كتيرة جدا من أول التوريد لغاية المستهلك. والدعم ده ما بيوصلش المستحقين، إحنا عارفين القصص مش هندخل فيها، اللي هي الناس والقمح بيتورد بكميات غير الكميات والمخابز بتخبز نص المخابز، الناس ما بتاخدش حقوقها. فالدعم العيني، الدعم العيني ده لو تحول لدعم مادي أعتقد الدولة هترتاح طيد على منظومة الفساد. هو في دراسة بالشكل ده بس في جزء لازم يبقى عيني. اللي هو؟ كان وزير التموين عندي وقال انه في جزء معين كده من الصعب انك تحوله لنقدي متعلق برغيف العيش وحاجات كتيرة جدا. اعتقد صعب انه انا اعتقد من خلال الدراسات كتيرة اللي حصلت ومدى جدوى الدعم العيني من الدعم المادي، لان في النهاية نص الدعم دوت ما بيوصلش المستحقين. انما النهاردة انت بتديني دعم في العيش جنيه في الرغيف في 5 جنيه في أسرة فيها 6 ب 30 جنيه كل يوم، محدش بياكله. نعمل ايه تاني؟ ده هنتكلم على 4 شهور. فانا ده انا يعني بقول للدولة يعني تراجع هذا الموضوع، والمصروفات اللي بتدفع من الدولة للدعم دوت هتقلل عدد الموظفين وتحول وزارة التموين مع وزارة التضامن ويروح ياخد فلوسه اخر كل شهر يوظفها بالطريقة اللي هو عايزها. الدعم في حاجة تانية مهمة جدا الدولة مش موافق عليها والبنك المركزي، اللي هو التسهيلات الموردين من الخارج. تسهيلات الموردين الخارج لو الدولة سمحت بيها زي كل حتة في العالم هتوفر لك في السنة من 20 ل 30 مليار دولار. ايه تسهيلات الموردين من الخارج؟ أنا بتعامل مع مورد خارجي بيبعت لي البضاعة بيقول لي سدد بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، بعد 12 شهر، أنا وعلاقتي مع المورد الخارجي. تمام. والمورد الخارجي ما بيلزمش البنك بالضمان، هو بيقول لك أنت خد المستندات واديها للعميل بتاعي. البنك يقول لك لا، انت حط الفلوس بالكامل ولما يجي ميعاد السداد يعني ابقى اسدد لك الفلوس ديت. وبياخد كمان تحوط، بياخد لحوالي 20% عشان تحريك سعر الدولار. وده اللي عمل الازمه، ان انا دلوقتي في مورد بيبعت بيقول لي خد البضاعه اهي وادفع بعد 90 وادفع يوم. بعد 90 يوم البنك يقول لك لا عشان اطلع دلوقتي لازم تبقى فلوسك لازم موجود. لا و90 و180 وفي حسب علاقه الشركات ممكن بتوصل ل 12 شهر. فدي هتوفر لنا من 25 ل 30 مليار دولار ومن بكره. طب ما هو البنك برضه لازم يضمن ثبات سعر الصرف خلال الفتره دي. هو ملوش دعوه البنك،
هو الممرض الخارجي بيقول لي بيقول للبنك اديني المستندات والعلاقه بيني وما بينه التعاقديه، انا مش هحمل البنك اي مسؤوليه. يعني انا فيجي في انا اللي مسؤول قدام الممرض الخارجي بيضمن لنا. هو عدم يعني مش التزام وعدم تنفيذ تعليمات الممرض الخارجي بيفقد الثقه بيني وما بين الممرض، بيقول لي اذا كان ضامنك والبنك بتاعك مش ضامنك. انا بقول له اديله البضاعه واديله البتاع. طب هو البنك يحمل ايه في العلاقه دي اذا كان هو ولا حاجه؟ بيسلم لنا المستندات وبتاكد من صحه المستندات وانا في وقت الميعاد بسدد. يعني في حاجه اسمها برموس. طب ولو لم تسدد لا يتحمل البنك اي مسؤوليه خالص؟ مفيش اي مسؤوليه. طب والبنك معترض ليه؟ ما هي دي علامه الاستفهام، معترض ليه انت معترض. نقطه ثانيه، ان انا لو زي ما قلنا المره اللي فاتت، انا عندي دولار وانا راجل ليا كياني وكيان قانوني، بقول لك خد الدولار ده، ما تقوليش لا. هو بدا في الفتره الاخيره يعني في بعض الحاجات يقول لك هات الدولار وانت لا دي هتتحل قريب. يعني النقطه دي انا دي نقطه مهمه جدا يا خالد، هتتحل لانه السعر هيبقى الفرق بسيط. ما بعد ما هم يحددوا السعر الجديد. نقطه كمان مهمه، معلش مع احترام لكل الاراء اللي بتقول، ان احنا نقول لبنك صندوق النقد الدولي شكرا، احنا متشكرين جدا، احنا الاقتصاد المصري بالاداره اللي حصل دي والنتائج. خلي بالك قرض صندوق النقد ده زي ايه؟ زي رخصه. يعني سيبك من الرقم والقرض، هو رخصه لكل المؤسسات الماليه المتعاونه مع الدول اللي شبهنا عشان تديك تمويلات اخرى. المؤسسات الماليه اذا ما كانتش ضامنه ان الضخ او القروض اللي بتديها لك مضمونه في دوله ليها كيان ثابت، مش هتدي لك حتى لو صندوق النقد ادالك. فهي بس احنا ماشي نقول له اهلا وسهلا، بس بلاش الشروط اللي ايه بتؤدي الى المشاكل اللي موجوده وتعويم. مش انت مالكش دعوه عوم، انا انت ليك عندي واخد منك 10 مليار 20 مليار ايا كان المبلغ، انت ليك ضمان سداد المبلغ. لا بس هو لانه سياسه الصندوق مختلفه، هو يعني بيحط سياسات اصلاحيه يضمن بيها ان الدوله دي اقتصادها يقوم وفي نفس الوقت تسد التزامات. وفي راي زي ما حضرتك بتقول، انا كنت حاضر، انا كنت حاضر بفوضات صندوق النقد الدولي في سنه 97 او 98 واللي اترفضت مننا برضو بسبب الشروط المجحفه اللي بيحطها صندوق النقد الدولي. وبعدين انا لما انت سيادتك بتقرضني مليون جنيه، انت عايز ضماناتك الماليه، انت مالك بقى بالسياسات واعمل واعمل. هي دي اللي انا بقول، دي نقطه اعتقد هيبقى ليها مردود بره خارجيا، ان احنا نتعامل بحريتنا وسياستنا. واحنا عندنا بعد الصفقه دي احنا عندنا خبراء وعلماء في اداره الاقتصاد. تمام، بس يعني هذا الراي مردود عليه. استاذ محمد، اربع شهور في ضوء المعطيات اللي احنا فيها، لو انك تقترح على الحكومه، لو انك تطلب من الحكومه تعمل ايه؟ طيب خلينا بس الاول واحنا يعني بنشخص بقى المشكله القائمه، اولا بس انا ارد على احمد دي، قد اتفق معاه في اغلب اللي قاله، لكن بعض المسائل الحقيقه فكره ان انا يعني بتولى القرار عن الاخر، يعني مثلا تلاقي الانسان البسيط في مصر حياته كلها مبنيه مثلا على كوبايه شاي وسجاره مثلا. فيعني مع طبعا احترامي وانا ما بدخنش اصلا، لكن دي حاجه مهمه جدا بالنسبه للغلبان. فمش عايزين نتكلم على ان الدخان يعني ايه ممكن ان احنا نقوله سلع اساسيه او نجيب عربيات، هو مش عربيه يعني. ماشي، ده دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي حضرتك سالتني السؤال، احنا بنتكلم هنا على سبل الحل بقى. ما أنا بتكلم اول حاجه عايزين نتفق، اصل انا بجيب ضيوفي هنا يقولوا لي الاهتمام بالصناعه، انا مش عايز الجمله دي، انا عارف ان الاهتمام بالصناعه امر مهم، كان عايز اقول في اربع شهور في ضوء المعطيات اللي موجوده دلوقتي نقترح على الحكومه وهي بتسمعنا نعمل ايه. نقترح اهو، اتفضل. اول حاجه واحنا بنتكلم على القيمه، لابد ان احنا بس نعرف او نعترف ان هذه القيمه مضافه على دخل الدوله المصريه بصرف النظر صح. عن انها تاثرت او زاد. دايما لما حد يجي يتكلم يقول لك 24 هيعملوا ايه؟ لا 24 بلس اللي موجودين طبعا. فهي الاضافه هنا زي ما احمد بيقول، هو لو احسن استخدامها هتحل مشاكلنا لفتره طويله جدا. فكره هنا استخدام الامثل لهذه زي ما حضرتك قلت ان احنا نشارك او نعاون او نكون جزء من الحل. حضرتك النهارده انت عندك فرص كبيره جدا للتصدير. وده المخرج الوحيد صح. ومساله حياه بالنسبه لمصر. حضرتك النهارده لو هتطلع من هذه القيمه من 8 ل 10 مليار، انا بتكلم هنا تحديدا برقم يعني، لما رايته من طلب في الخارج، لانه وانت بتتكلم النهارده انتاجك لا يصل مثلا ل 50 60 مليار وعايز تصل ب 145 مليار صادرات، ازاي هتصدر اكتر من اللي انت بتنتجه؟ نطلع 8 او 10 للصناعات المصدره
وهنا نضع في الاولويات بعيدا عن طبعا احنا خلاص قلنا السلع الاساسيه والدواء لازم يتدبروا، ده موضوع اخر. انا بتكلم هنا على صناعات تصديريه تستهدف التصدير، تكون دورتها قصيره. هنعيد بقى تدوير هذا المبلغ، يعني انت هتدي المبلغ ده بسعر البنك ايا كان السعر اللي هتفترضه في يعني في قرارات البنك المركزي، وهتاخده برضه بنفس السعر. يعني عندما يصدر المصنع النهارده الصناعات اللي هي هادفه للتصدير، انا بتكلمش هنا على طبعاً اي صناعه. اعتقد ان ده ممكن اولا في دوره قصيره جدا يضاعف هذا المبلغ، وتعاد مره اخرى العجله للعمل يعني بالشكل الطبيعي والمنطقي للامور، لان احنا عندما حافظنا على الاحتياط النقدي وتمسكنا ان يبقى عندنا حصيله كما ذكر احمد بيه ان احنا بنرضي صندوق النقد الدولي ورفضنا ان احنا نمول هذه الصناعه، توقفت عجله الانتاج. الاثار السلبيه كتيره جدا، يعني لو عايز تعرف. لا مفهوم، لكن انا بتكلم على النقطه اللي حضرتك قلتها وهي واجهه ايضا. هو بعد ما نخلص الدواء والاكل، لا مش بعد ده بالتوازي، بالتوازي هنطلع من 8 ل 10 في صناعات كلها بتتصدر، كلها بتتصدر، وبالتالي في دوره بتتكلم في 3 4 شهور يرجع مردود الاستيراد التصدير برضو بالدولار. يا دكتور خالد، ونحن نتحدث الان انا بشكل شخصي كلجنه التعاون العربي في اتحاد الصناعات عندنا طلب من دوله واحده يفوق 12 مليار دولار. صناعه ايه؟ صناعات مختلفه. يعني عندنا اولا صناعات الحديد، براميل صاج فاضيه حاولنا ان احنا يعني كانوا طالبين 3 مليون برميل في كل شهر تقريبا، يعني كصفقة يعني مجمعة، ما لقيناش صاج حديد، عايزين 5000 طن كل شهر. الورق ده عندي، كانوا عايزين 2 مليار تقريبا سلع غذائية عشان الحسينيات، او كان عندهم بتتصنع في مصر كلها منتجات مصرية، وهم عندهم حب شديد جدا للصناعة المصرية، وقالوا صراحة عايزين نحول جزء من وارداتنا من دول قريبة زي تركيا لمصر. يعني هم بيستوردوا ب 64 مليار تقريبا طبقا للعام الماضي. يعني هذه الدولة أغلب احتياجاتها بتستورده من الخارج. ما قدرناش نوفي ولا طلب من هذه الطلبات نتيجة أن كل المصانع بلا استثناء ليس عندها فائض أو ما عندهاش في الأصل مدخلات للصناعة. لو ضخينا هذه الأموال كل دولار هيجيب لك من 4 ل 5 دولار. صح. وفي ناس عندها بعض المدخلات قائمه، لان مش كل المدخلات بتستورد من الخارج. يعني في صناعات كتير بيبقى 10% 5% في ملابس، عايز زرار وسوسته، يعني حاجات بسيطه جدا. حضرتك شغل هذه المصانع، وانا بشكل شخصي ضامن ان هذه القيمه هتتضاعف خلال شهرين او ثلاثه، وهتعاد بقى الكره مره اخرى، لان اولا في نقص شديد جدا في العالم كله في كل القطاعات. واعتقد الدوله فطنت لهذا. انا سمعت انهم بيفكروا يعملوا مصنع حديد كبير، او يعني في الصناعات اللي بيخش فيها الغاز كمكون. هو ده الفكر الصح، ان انا بدل ما بصدر رو او خام انا ممكن اصدر صناعه الادد فاليو او القيمه المضافه فيها مضاعفه. صح. طيب استاذ مصطفى، بلغه بسيطه يفهمها الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، زي ما انت بتقول، وكنت يعني متضايق انك بتقول ازاي استورد 60%، لكن انا دي خطه طويله الامل اللي هو ان احنا نتوسع في الانتاج الحيواني، لكن في خلال 3 4 شهور نعمل ايه؟ في خلال 3 4 شهور اول حل ان احنا نوقف التصدير، لان في لحوم بتتصدر من مجزر البساتين، ودي عاملة برضو خلل في الانتاج المحلي شوية، وتوفير طبعا المعروض والرقابة على الأسواق على يعني أصحاب المزارع. وأنا أنا بصدر وبستورد، كان فعلا في وقت بيتصدر بس ده قطاع خاص، يعني قطاع خاص أكيد، قطاع خاص. لا مش قصدي الدولة يعني؟ بتصدر المفروض، لأن ده بيتاخد من الانتاج المحلي، ما هو بينقص من الانتاج المحلي وعمل زيادة. فلازم نخف التصدير شويه. مفيش لحوم في الصفقه. طبعا مفيش لحوم. والرقابه بقى على اصحاب رؤوس الاموال. بس انت تقبل كواحد صاحب مجزر او واحد يعني عنده مزرعه او حاجه من هذا القبيل، تقبل وحياتك كلها في التصدير وبتجيب عمله صعبه، اجي اقول لك في يوم وليله اقفل؟ يبقى اوفر المعروض. واخلي مثلا اراقب على الاسواق بحيث ان محدش يحتكر سلعه او يحتكر اعلاف او يزود سعرها. دلوقتي؟ طبعا موجود. الاعلاف كان فيها احتكار وزادت بنسبه كبيره جدا بدون مبرر. كان فيها احتكار والعجول الحيه لحد وقت قريب؟ كان بيتقلل الكميه المباعه
عشان السوق بمعنى اصح يعطش ويتعازل الاعلاف وتغلق اثمنها. كل ده بتكلمني عن القطاع الخاص. والقطاع بتاع المربيين الكبار استثمارات بثروات ضخمه دي منعت برضو بيع العجول لغايه لما تقلت اوزانها دلوقتي. يا عم مصطفى ما حدش سامعني، قول لي ايه الموضوع يعني، شكلك عندك معلومه يعني. ايوه طبعا. السوق فيه احتكار، احتكار من الناس ومغالاة في الأثمان، رجال أعمال يعني طبعا. ومغالاة في الأثمان بشكل واضح. السعر الدبلر يعني السعر القائم حي من 100 جنيه ل 200 جنيه فدي مشكلة. طب هو ما عندوش حجج يقولها، يقول لك أنا برضو بستورد العلف بقد كده وبستورد ده بقد كده والحاجة زادت عليا وبدبر الدولار بصعوبة. العلف كان موجود. الحاجات دي موجودة بقالها 6 شهور من العيد الكبير، ازاي تتضاعف ثمنها في شهر؟ ما ينفعش. هو بيقول قبل ما يرتفع الدولار يعني. قبل ما يرتفع ابتدت ان هي ترتفع. اول بس ما حد بيشم خبر ان الدولار بيبدا يزيد في السوق الموازي بيرفع السعر ويبطل بيع. وده طبعا ما ينفعش، لازم يبقى فيه رقابة ولازم ما يتحدد هامش ربح. لا اما المواطن بقى هيتحمل. طب المجمدات خلي بالكوا برضو الموضوع ده صعب جدا، لانه في اليات السوق المفروض مفيش حاجه اسمها تسعيره جبريه، ده موضوع خلص في كل اقتصادات العالم. لا يا دكتور خالد، يعني حتى في امريكا نفسها في سقف او هامش ربح، مفيش حاجه مطلقه يعني، ما ينفعش حد يزيد اي شيء 100% بلا مبرر. ما هو اللي هو بيقوله صح، ما ينفعش ان انا احوش بضاعه من ان انا مش تسعيره جبريه. دي حصلت في سلع كتيره على فكره. في ناس حشت بضايع عشان لما عرفت ان الدولار هيغلى علشان تغلي ثمنها ويكسب اكتر، وده طبعا غلط. دي مجرمه. طب انت شايف ان الدوله هي اللي تعمل مزارع حيوانيه ولا القطاع الخاص؟ ايوه، انشاء مجلس اعلى للثروه الحيوانيه. عندنا مجالس كتير قوي بصراحه. تحت اشراف جمهوريه مصر العربيه، نزرع علف عندنا هنا ونربي العجول عندنا هنا اهو. نزرع العلاف عندنا ونربي العجول عندنا، نصل للاكتفاء الذاتي بمعنى اصح. الطب البيطري الحمد لله عندنا ناس هايله ينتخبوا سلالات لها القدره على عيشه في جو مصر من السلالات اللي احنا كده كده بنستوردها. اهجن منها سلالات هنا مصريه وبعد كده اعيش انا عليها دي، انا احاول ان اطور فيها تستحمل الامراض وتستحمل الجو بتاع بلدنا هنا اهو، وبعد كده تبقى دي تطورت وتحويلها بيبقى عالي. العجل البلدي عندنا مثلا التحويل بتاعه قليل، يعني بتاكله بيزيد نص كيلو في اليوم او بيزيد كيلو. انا لو جبت سلالات وطورتها تزيد 2 كيلو 3 كيلو وتبقى ملائمه مع البيئه المصريه، ويبقى برضو الدكاتره البيطريين عندنا هنا في مصر اشتغلوا وانتجوا برضو ايه انتاج. واسعار اللحوم هتنزل على مثلا ايه في 5 سنين ممكن او 6 سنين نصل لاكتفاء ذاتي. والزراعه عندنا الحمد لله تتطور. ما حصلش فيه اي نوع من انواع التطور يعني، نسبه ال 40% دي اكيد من 10 سنين ما كانتش 40%. من 10 سنين كانت 60. يعني نزلنا. نزلنا. بس ده كان بسبب بقى ايه؟ في 2006 حصل حاجه اسمها الحمى الكلاعيه دي قضت تقريبا على كتير قوي من الثروه الحيوانيه عندنا هنا في مصر. رجعت تشد حيلها السنه اللي فاتت، زادت 1 مليون راس، يعني كانوا 18 مليون. نزلوا لغايه لما بقوا 8 مليون ونص. بعد كده زادت من 22 ل 23 زادت 1 مليون راس تاني. فانت دلوقتي بتقول لي انا عايز اعمل اكتفاء ذاتي من اللحوم، من اللحوم عايز العلف هنا وعايز السلالات اللي تمشي معانا تيجي ونبتدي، لو على بدينا النهارده بعد 5 سنين يبقى عندي اكتفاء باذن الله ان شاء الله. وده حل سهل جدا بالنسبه لمصر هنا، لان اغلبيه الفلاحين هنا ما شاء الله عندنا شطار. ايه تاني ممكن يتعمل خلال الايام اللي جايه؟ التوعيه بقى في ال... انت ليه محسسني انه الناس اللي هي محتكره دي محدش قادر عليها؟ لا مش بمعنى كده، ما هو محدش قادر عليهم عشان كان المعروض قليل. محدش قادر عليهم بحكم الندره يعني، بحكم اليه السوق. هم ما بيخالفوش القانون. متحكم يعني. الاستاذ احمد قال حاجه كويسه قوي، قال لك انا بس اللي عندي البضاعه هبيع واكسب، انما لو بقى في توافر في المعروض هنافس. ايوه بس هو برضو هنا ما خالفش القانون يعني، هو لا ما عندوش مخالفه جبريه فبيحطها بشكل واعي. لا ده عرض وطلب. انا مش بقول ان في مخالفه قانون. ده عرض وطلب ومشروع بس لازم. الاحتكار هو مخالفه قانون. انا اقصد ان الكبار دول اللي انت بتقول عليهم دول هم مثلا في واحد لواحد واخد 40 50% من السوق.
لا ما هي دي بقى السعر بيسمى دكتور خالد الاحتكار مش مخالف القانون. لا انا فاهم بس يعني الممارسه الاحتكاريه هي ماشي يعني السعر بيسمع. يعني لما مثلا انا عندي راس مال كبير وحد سمع ان انا ببيع ب 200 جنيه الفلاح رخر اللي معاه عجل هيبقى عايز يبيعه برضه بال 200 جنيه ينزل السوق يبيعه بال 200 جنيه. ما هو شايف الرؤوس الحيه المستورده اللي سعرها جاي قليل وهو منتجه جيد اللي هو مربي عجل بلدي صارف عليه لا ارخص من المستورد الحي. هو عشان في حد فلاح بيسمعنا دلوقتي وعايزين يربي عجل زياده دي برضو عايزه توعيه اعلاميه ده يبقى عايز كام في البدايه وعايز كام كل شهر؟ هيبقى عايز اكل وشرب مثلا في حدود 150 في اليوم. دي الاول اللي كانت بتطلع 150 من خلال في اليوم دي الاول كانت بتطلع يعني من 4000 ونص في الشهر مثلا ويعوز كام في الاول؟ يعوز في الاول مثلا حوالي 20-30 بالنسبه للراس الواحد مع اختلاف نوعها اذا كانت جاموسه. طب ويربي فيها قد ايه؟ هيربيها مثلا حوالي 6 شهور لو هي سلاله جيده هتعمل له 2 كيلو كل يوم. فده هيرد بقى معاه اخر المده. استثمار جيد هيبقى حبرقم. استثمار هايل جدا. استثمار جدا. في ناس بقى المربين دي اغلبيتها ابتدت تخرج من المنظومه دي علشان ما عندهمش القدره ان هو يصرف الاربعه ونص. لما الاعلاف بتغلى والامصال بتغلى والرعايه البيطريه بتغلى. لو عايزين نعمل دعم حقيقي يعني للمواطن وفي نفس الوقت للدوله ندخل في المشروع ده. طب ما هو بياخدك لفكره التمويل برضه يعني تيسير التمويل للفلاحين ده مهم جدا. دعم الامصال ودعم الاعلاف وتوفير وحدات بيطريه متنقله بحيث ان هي تساعد الفلاح انت محتاج ايه مصل ايه مثلا ناقص عندك توعيه وقت تمام. الامراض يعمل ايه تمام. في نقطه بس اخيره العجول الحيه اللي جايه من بره مثلا من دوله البرازيل دي بتتختم عندنا هنا في مصر نفس ختم البلدي ودي حاجه غلط دي مزوده سعرها بمعنى اصح على انها بلدي ما هي بتتختم ختم زي فالمواطن ما بيعرفش البلديه المواطن ما بيعرفش. انا اتمنى تمييز الختم زي ما كان الاول كان الاول الختم بتاع اللحوم المستورده الحيه ليها ختم لوحده كان المستهلك بيعرف يفرق بين ده وبين ده بين البلدي كمان ده يعني بلدي. انا اكيد ده عند وزير الزراعه صح هو بيسمعنا دايما واكيد هيرد علينا في هذه النقطه. هو بيقول انه اكيد الختم بتاع اللحمه المستورده غير البلدي يعني دي بتمن ودي بتمن اكيد توحيد الختم مغلي اللحوم شويه لو ده الختم لا انا وعدك ان وزير الزراعه هيرد علينا سريعا ده تدليس على المستهلك. يعني هنسمع من وزاره الزراعه الاول. اخيرا في ناس متفائلة جدا وذهب وياقوت والماز والدنيا وردي وفي ناس تقول لك يا عم ده كل الحكاية كام شهر والفلوس دي تتصرف وفي الاحتياجات وفي الديون اللي عليك والدنيا والى اخره. سريعا احنا مش عايزين ناخد كلام الناس اللي قاعدة على القهوة ومش عارفة ايه اللي بيحصل وايه التأثير الايجابي او ايه التأثير السلبي. انا ساعة تقول لك انت دخل لك 35 مليار دولار ما احنا بقى لنا 3 سنين بنتفاوض مع صندوق النقد على 3 مليار دولار اداك 375 ولا اداك 350 وعملوا لك مراجعه اولى ومراجعه ثانيه. لما ضخ لك 35 مليار دولار يبقى انت بتسود الدنيا. هو مفيش حاجه اتعملت في الدوله بشكل كويس. لا مفهوم بس هو انا من خلال في الاثر المباشر في اثر مباشر فوري ومتوسط المدى وفي سريع المدى وفي طويل المدى. الصفقه دي صفقه جيده جدا بس ممكن يتعمل حاجات ثانيه اخرى تغنينا عن الدولار مثلا زي موضوع تبادل التجاري بالعملات المحليه قلتها المره وده من حقنا كده. تمام محمد بيه سريعا التفاؤل المفرط والتشاؤم المفرط اين نحن في ضوء معطيات الواقع؟ يعني احنا قعدنا اولا نهاتي ونحتفل ب 3 مليار من صندوق النقد خدنا منه 750 يعني الموضوع ببساطه شديده جدا انه رقم غير مسبوق وعمرنا ما شفناه ولا سمعنا عليه وده مقدمه لانه هياتي طبعا بمزيد طبعا من الاستثمارات في نفس المجال او مجالات اخرى وبدات بالفعل يحصل تواصل مع بعض الدول الاشقاء في هذا الامر لان هذا الرقم الحقيقه بقى محرج للاخرين. ما حدش ينفع يتكلم النهارده في مليار واتنين الكلام بقى دلوقتي بالعشرات فانا شايف الايام اللي جايه وبصدق ان مش تفاؤل بس ده واقع يعني اصبح واقع ودخلت بالفعل الاموال او المقدمه اللي دخلت البنك المركزي كنا بنحلم ان تاتي وجاءت لتحل المشكله حل جذري 10 مليار او 15 اعتقد يخلصوا على المشكله القائمه والبضائع
المتعطله في الجمارك. استاذ مصطفى، اللحمه هتنزل اكتر ولا لا؟ ان شاء الله في نزول. في نزول ان شاء الله، في نزول في خلال قبل رمضان ولا في اول رمضان؟ يعني هي بص تدريجيا، زي ما طلعت تدريجيا اللحوم هتنزل تدريجيا. هي كانت بتطلع مثلا ال 100 جنيه خدتها في قد ايه؟ هي ما كانتش 100، هي كانت 80 جنيه بالظبط. وزادت على مدار مثلا من 6 اسابيع ل 8 اسابيع. ابتدت تنزل كده دلوقتي، النهارده ده ثالث اسبوع. ابتدى برضو يعني المواطن يحس بفروقات يعني طفيفه، والله يكون في عونه، بس ان شاء الله هتنزل تاني ان شاء الله. خالد بيه في دقيقه خبر مفرح ويؤكد التفاؤل اللي احنا فيه، في ان شاء الله اعلان قريب جدا عن مشروع لا يقل جوده او ايجابياته عن مشروع راس الحكمه، بس في قطاع تاني مختلف، ودي انا عارف المعلومه دي متاكد منها قريبا جدا. نسمع عن الكلام ده صراحه، بس طبعا مش 24 مستحيل يكون في الرقم يعني ده. لا ان شاء الله يبقى في ارقام اكتر من كده باذن الله. مشروع غير مسبوق في مصر وتم دراسته، ان شاء الله يعلن عنه قريبا، ودي ميزة الدوله انها ما بتعلنش غير لما تكون ارقام اكتر من كده، اكتر من كده، ودخل سنوي اكتر من كده. طب نعرف بيت المعلومه بس عشان نفهم. يعني حجم استثمار متوقع ولا كاش ان ادفانس، يعني المبلغ بتدفع في الاول؟ كل سنه يدخل لك من 10 ل 12 مليار دولار عائدات هذا المشروع. والمده الزمنيه في تنفيذه اقل من المشروع بتاع راس الحكمه. وفي قطاع تاني كبير جدا، وهيفتح لنا افاق تعاونيه صناعيه وتجاريه وصناعه الترانزيت. يعني هو مشروع صناعي تجاري، صناعي تجاري لوجيستي. طيب ادينا اخذنا البشاره يعني، وننتظر ونشوف في سنة يعني. ان شاء الله يعني انا برضو هتفق مع الحكومه في المنهج بتاعها، اللي هو ما تعلنش للناس حاجه الا لما تكون مضيت كده، او حتى مضيت مذكره تفاهم بالظبط، عشان يبقى الموضوع يعني مضت مذكرات تفاهم مع اكبر الشركات في العالم في هذا المشروع، وان شاء الله ان شاء الله يعلن عنه قريبا جدا بوجود المسؤولين ودولة كبيرة جدا 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 اللي داخلة في هذا المشروع. غير عربية. غير عربية. ليبيا الصين من غير معنى. بالظبط كده. صح كده؟ صح. طيب خلينا ننتظر، خلينا ننتظر ونشوف يعني خبر رسمي من الحكومة. أنا بشكركم شكرا جزيلا. مش عايز تفاؤل أكتر من كده بصراحة. ده يعني عظيم جدا، نتمنى إن شاء الله إن نسمع الخبر من الحكومة أحسن يعني، عشان يبقى هي المسؤولة عن إعلانه للناس. بشكركم شكرا جزيلا. زي ما بنقول لحضراتكم، الحوار الوطني ابتدى هنا. معلش مع احترامي للجميع، ابتدى في الإعلام. ولو حضرتك رجعت ضيوف الحوار الوطني اللي بيشاركوا في الملف الاقتصادي، كلهم اتكلموا هنا. الكلام هنا بيوصل للدنيا كلها، للحكومة بوزرائها بجهاتها برؤساء الهيئات برؤساء الأجهزة بكل الناس. والكلام اللي في الحوار الوطني بيترجم في صورة تقرير بيرفع. خلونا نكمل بعض. يا ترى الكلام اللي بيتقال في الإعلام من الناس اللي موجودة على الأرض بيؤثر مع الحكومة في شيء، في صنع قرارها اللي جاي؟ ده اللي احنا بنتمناه. والوضع العام اللي موجود في البلد دلوقتي، الوضع العام اللي موجود عند الناس دي اللي بتشتغل على الارض، في يعني شوية تفاؤل لا يمكن انكاره. برضه انا ماشي بالعقل والمنطق. شوية التفاؤل اللي موجودين دول والفايبس اللي موجودة دي كلها، الروح اللي موجودة دي كلها، عملت حالة من النزول. في الدولار في نزول، وفي السلع في نزول، مش كتير بس موجود النزول. ده اللي احنا بنتمنى ان شاء الله ان هو يستمر، وان الدولة تعلن لنا قريبا جدا عن خارطة طريق قريبة المدى. ده اللي احنا منتظرينه ان شاء الله بعد او في بداية الاسبوع القادم وقبل رمضان بإذن الله تعالى. بشكركم شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهاردة من كل يوم. بكرة ان شاء الله حلقة جديدة. خليكم معنا.